بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم 2-0. أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان. إن شاء الله النهاردة عندنا حلقة سخنة مثيرة جدا هتعجبكم، اقعدوا معنا لحد آخر دقيقة فيها. بعد الانترو اللي بعمله أنا منتصر إن شاء الله يكون معنا الضيف النجم أسامة حسن، محبوب جماهير نادي الزمالك واللي دايما بيثير الجدل على السوشيال ميديا. اتفضل يا منتصر. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده برفقه اخويا وحبيبي الاستاذ صبحي عبد السلام. ان شاء الله حلقه مثيره النهارده، يا رب تعجبكم وتنال رضاكم دايما. اكيد في الجزء الاخير زي ما عودناكم هنفتح باب التليفونات لمشاهدينا الكرام من كل الجماهير، يا ريت يعني شاركونا بالرد على سؤال الحلقه النهارده. بالتاكيد نروح للقضايا يا استاذ صبحي. اول قضيه عندنا ايه النهارده؟ خلينا نبدا برزاق سيسيه، لان واحد من الموضوعات المهمه جدا المطروحه على الساحه واللي يبدو انه هيشوف خناقه بين اهلي وزمالك في الفتره اللي جايه. رزاق السيسي مرتبط مع نادي الزمالك بعقد ومعار لنادي الاتحاد السكندري، في مفاوضات جاده معاه لنادي الزمالك انه يمضي 4 سنوات، لكن واقع الامر انا اعرف يا منتصر انه في مفاوضات من نادر شوقي وكيل اللاعبين الاهلاوي او اللي هو دايما لعيبته بتروح على النادي الاهلي، بيحاول يفاوض الولد وياثر عليه، لان يبدو انه في عقده بند قد يسمح له انه يتنقل لاي نادي تاني غير الزمالك مش الاهلي بس، مقابل دفع مبلغ مالي معين. الكلام ده بنقوله عشان الناس بس تكون حريصه وهي بتتفاوض مع رزاق السيسيه اللي عمل قيمه كبيره جدا لفريق نادي الاتحاد السكندري، قيمه فنيه طبعا، اتحاد كبير وجماهيره كبيره، عمل قيمه فنيه كبيره لفريق نادي الاتحاد، ما يقدرش يلعب من غيره النهارده. وبعدين السالري بتاعه زاد، الولد فرق كتير جدا، فاعتقد انه هيكون مهم جدا انه يكون موجود في الزمالك السنه الجايه. بالتاكيد الصبح رزاق السيسيه قيمه فنيه كبيره جدا، نادي الزمالك اعاره الاتحاد السكندري على مدار اعتقد 3 سنوات مضت. رزاق السيسيه السنه دي معار للاتحاد، عنده كمان موسم زياده في عقده مع نادي الزمالك، يعني ان شاء الله بعد ما تنتهي اعاره الاتحاد السكندري هيرجع لنادي الزمالك، وانا شايف ان باتشيكو معجب بيه وطالب انه يبقى متواجد في السنه دي. نقدر نتكلم ونقدر نشوف النادي الزمالك يقدر يجدد له عقده او لا، انا في توقعاتي ان نادي الزمالك هيقدر. قصه اثاره المشكله دلوقتي او ان احد الاعلاميين المحسوبين على النادي الاهلي في بيت موضه جديده دلوقتي، انه الاعلاميين بتشتغل مع الوكلاء، فالنهارده الوكلاء يقول له يعني ايه اضرب خبر كده، اما الهدف من الخبر الوصول لسبق صحفي زي ما بيتردد او زعزعه الاستقرار في نادي الزمالك. اشمعنى لعيبه نادي الزمالك حتى المعارين بتجي لهم عروض؟ طب بيت الانديه فين؟ ما بنسمعش حد في اي نادي تاني عقده منتهي، وكان احمد فتحي لما مشي كان عقده متجدد، وكان حسام عاشور اللي اتكلموا معاه في اخر لحظه وقالوا له مش عاوزينك كان عقده متجدد، ما حدش كان بيتكلم في المشاكل دي. ايضا رمضان صبحي من ادرس فيلد الانجليزي شفنا في نهايه الموسم، كلنا شفنا الكابتن احمد شوبير هو بيتحدث عن ضروره ان الناس ترحم النادي الاهلي وما تتحدثش عن انه هيبرم صفقات دلوقتي، لسه الموسم انتهى في شهر 9 وان الكلام سابق لاوانه. طب بالنسبه لنادي الزمالك حضراتكم ايه؟ ليه كل الضرب في نادي الزمالك؟ ليه لعيبه نادي الزمالك نخلص من فتره الانتقالات الشتويه وزيزو ومصطفى محمد وخلاص مشي ومحمود علاء مش عارف ايه اهل جده، حتى هو الموسم شغال لعيب معار من نادي الزمالك بتتحدثوا او بيجلس معاه نادر شوقي وكيل اللاعبين الموجود دايما في نادي الاهلي يكلمه انه بعد سنتين يا عالم مين يعيش ومين يموت هيحصل ايه؟ ارحموا نادي الزمالك شويه. طيب عندك قضية تانية أكيد لا بالتأكيد القضية الصبح اللي بتشغل الرأي العام وده هيهمنا خد رأيك فيها برضو، قضية إيقاف المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد بين قوسين الزملكاوي الناجح جدا في اتحاده، كلنا عارفين إن اتحاد اليد حقق نجاحات كبيرة جدا في عهد هشام نصر، صحيح النجاحات مستمرة في هذه المنظومة من سنة 90 زي ما وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في حواري معاه لأخبار اليوم قال لي كده، انما هشام نصر حاله خاصه جدا بالاتحاد بكل المجموعه مؤمن صفا كل المجموعه المحترمه الموجوده معاه، شفنا قد ايه حقق لاول مره ذهبيه العالم للناشئين، برونزيه العالم للشباب، فاز ببطوله افريقيا في قلب تونس وفي عقر دار تونس امم افريقيا الكبار، وخطب بطاقه التاهل لاولمبياد طوكيو المقبل، وبعدين الفقاعه تم تجاوزها في قطر في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي واللعيب وقف مباراه واحده، اتنين لعيبه فما بالك ان ده رئيس اتحاد افريقي كبير جدا اكبر دوله افريقيه الاتحاد المصري اللي قدم لحسن مصطفى هديه على طبق من ذهب علشان يستمر مكانه على كرسي العرش في الاتحاد الدولي. ليه؟ لان ما كانش حد في العالم قادر او عايز يستضيف البطوله في ظل جائحه كورونا. صحيح المهندس هشام نصر فتح صدره عمل بطوله ولا اروع، هو طبعا ومعاه الوزير الدكتور اشرف صبحي وكل اللجان المنظمه، لكن انا هنا عايز اوجه كلامي للدكتور اشرف صبحي صديقنا العزيز جدا،
يعني انا كنت شايف انه المفروض يكون في ردة فعل على هذا الموضوع، اما ان حضرتك الصمت انك موافق على قرار الايقاف سنه او ان في مشكله. انا بقول انه النهارده حسن مصطفى انت كتبت اسمه على اهم صاله جديده، صاله 6 اكتوبر اللي متكلفه على حد معلوماتي مليار يمكن و200 مليون جنيه، 4 مليار لصلاه الاربعه. انا بتكلم على الصاله دي تحديدا، وحطينا عليها اسم الراجل اللي جاي النهارده بيسيء لسمعه مصر وبيقدر يوقف رئيس الاتحاد علشان تجاوز الفقاعه. انا بس بسال الدكتور حسن مصطفى، هل تقدر يا دكتور حسن توقف اي عضو في اي اتحاد اوروبي؟ اشك الف اشك واحط تحت 100 خط. طبعا ما تقدرش، لكن المشكله انك انت جيت على الراجل اللي ساعدك وقدم لك بطوله ناجحه في وقت مهم. ليه؟ لانه رجع بطوله الدوري اللي قريب منها جدا فريق نادي الزمالك. انت كنت عندك مشكله مع المجلس السابق، لكن كده واضح ان مشكلتك مع الزمالك، لا مجلس سابق ولا مجلس حالي، انت مشكلتك مع الزمالك طول الخط. ده بياخدنا في نفس الجزئيه دي. النهارده كان في رد من المهندس هشام نصر تعقيبا على بيان الاتحاد الدولي اللي هو بيفند فيه اسباب الايقاف، بيقول انه اخترق الفقاعه، وانه عشان نبقى برضه محايدين نعرض وجهه نظر الدكتور حسن مصطفى اللي هو قال التزم الحياد وما صوتش على القرار، والله حاجه محترمه جدا لما رئيس الاتحاد الدولي ده. ما انا من الكواليس عارف انه كان في مشاده حصلت في ماتش السويد ما بين المهندس هشام نصر والدكتور حسن مصطفى اعتقد، وان المهندس هشام نصر قال بلفظا احنا ماليناش ظهر. ليه؟ لانه الحكم النرويجي اللي ادار مباراه مصر والسويد اللي كسبتها السويد في نهايه المجموعات بفارق نقطه واحده ايضا نفس جنسيه المدير الفني للسويد، فكان ادار مباراتين في المجموعه، فهو شاف انه كان في مجامله للسويد، فالراجل تحدث بهذا الاسلوب. يبدو انه كلام ان ماليناش ظهر خلى الدكتور حسن مصطفى يكسر ظهر المهندس هشام نصر، لغه غريبه ولغه مش موجوده في القاموس. انما في النهايه انا وانت الصبح وكل الناس المحترمين الموجود معنا بنخضع للوائح والقوانين. هل في لائحه الاتحاد الدولي او لائحه البطوله التي اقيمت خصيصا ضمن اجراءات احترازيه فيروس كورونا فيها الايقاف في حاله التجاوز زي ما الصبح قال كهربا وحسين الشحات لما اخترقوا الفقاعه عشان يسلموا على ابو تريكه خدوا كل واحد مباراه في مونديال عالم الانديه واقيمه لعيبه جماهيريه ولاعيبه كره قدم بالملايين. انما النهارده حسن مصطفى اوقف او بارك ايقاف المهندس هشام نصر بدون لائحه للبطوله، خاصه انه عوقب اثناء البطوله بالاستبعاد من الفقاعه. طب ليه ما عاقبتش حضرتك منتخب سلوفينيا اللي بيقال ان هو بعد ديليفري البيتزا من بره واختلط بالناس ما تمش ايقافه ايضا؟ عشان نقفل القضيه دي منتصر عايز اضم صوتي لصوتك واقول ان حسن مصطفى ملوش جمال على كره اليد المصريه، بالعكس هو استفاد كرئيس اتحاد دولي من جنسيته المصريه اللي النهارده بيسئ لها وبيقف رئيس اتحادها بعد واحده من انجح البطولات في السنوات الاخيره، واحنا عرفنا انه طبعا الزمالك في الاول وفي الاخر. صحيح. خلينا نتنقل بقى لعقد مصطفى محمد، قضيه جديده منتصر. طبعا. يعني انا عايز اقول لجماهير نادي الزمالك اللي بتنتظر انه مصطفى محمد مصيره يبقى فاد مجلس اداره الزمالك الحالي، لا، مصطفى محمد بخ بالمبلغ اللي هيدفع قبل 21 قبل 31 ديسمبر في اي وقت يقدر النادي التركي يرمي لنا ال 4 مليون وشكرا وياخد مصطفى محمد حتى لو باعه ب 100 مليار، بعد كده ليك اعاده بيع 15 في البيع. انا بقولها للناس اللي متخيله ان الزمالك عمل عقد فيه موافقه منه على بيع اللعيب او اعاده بيع اللعيب لنادي تاني من جلطة سراي، كلام غير صحيح، كلام نهائي. مصطفى محمد هيكون في جلطة سراي لانهم هناك مهتمين جدا باللاعب يا منتصر، لدرجه انه بدا يستقبل بعض العروض او اداره نادي بدات تستقبل بعض العروض، فاعتقد انه هيبقى يعني من الغريب جدا انها ترد مصطفى محمد للزمالك تاني بعد فتره الاعاره. رايك ايه في الموضوع؟ بص الصبح يعني انا عارف كلامي ممكن يزعل جمهور نادي الزمالك او البعض يعتقد ان انا بدافع عن اللجنه القضائيه والمستشارين اللي بيديروا نادي الزمالك، انما خلينا نكون منصفين. النهارده مفيش يعني انت بتبيع لاعب الموضوع عرض وطلب. البعض بيقول لك هو انت اعرت مصطفى ب 2 مليون وكتبت 4، فيعني التوتال بتاع الصفقه لو تمت في حاله انه جلطة سراي يرغب في يعني حصول نهائي على مصطفى محمد هيدفع 6 مليون دولار لنادي الزمالك. مفيش نادي في مصر اعتقد طلع لاعب بهذا الرقم. فالنهارده انت زي ما بيقولوا بالبلد مش مغسل وضامن جنه، يعني النهارده انت بتقول والله انا عايز 2 مليون، طب عايز 10، طب ما ال 10 الطرف الثاني هيقول لك لا شكرا. ضيف لهم كمان في كمان اعاده بيع 15 فيها يعني احنا ما فيهاش الجزئيه دي. فالنهارده انا قصدي البعض يقول لك شوف مصطفى محمد بعد ما طلق، ما انت حضرتك ما كنتش ضامن بسم الله ما شاء الله مصطفى محمد من اول 6 ماتشات، النهارده سجل هدفين في الدوري، جاب 6 جوان في 6 مباريات، رقم كبير. محدش كان يتوقع ان مصطفى بسم الله ما شاء الله يتوهج
هو لعيب قيمه، وانما النهارده الانسجام والكلام، وعندك فالكاو بيلعب هناك، وعندك اردا تورام، وعندك الدوري التركي ولغه جديده وثقافه جديده ما كنتش تتوقع. فنادي الزمالك ابرم عقدا وفقا للمتاح واللي حقق اعلى مكاسب، كل انه في توفيق بعد كده من ربنا المصطفى محمد، وان شاء الله يا رب يواصل، وان شاء الله سعره يوصل لحد ما نوصل ل 31 ديسمبر اللي هو عد مصطفى محمد. يحق النادي جلطة السراي بالاتفاق، لازم مصطفى محمد يوافق على التواجد في جلطة السراي عشان يدفع ال 4 مليون دولار. ومبروك عليك مصطفى محمد. لو قعد يوم واحد بعد 31 ديسمبر نادي الزمالك شكرا يرفض البيع، وده من حقه لانه عقد مصطفى محمد سنه ونص اعاره يا جماعه، مش سنه عشان الموضوع ده فيه اختلاط. يعني النهارده جلطة السراي النهارده مثلا كريستال بالاس بيتردد انه بيراقب مصطفى محمد، فكريستال بالاس جه عرض على نادي الزمالك 60 مليون دولار. جلطة السراي من حقه المصطفى يقعد السنه ونص اعاره، يعني القصه في ايد جلطة السراي. اللي عايز اقوله انه الديل اتعمل ما فيهوش تجني، ما فيهوش اهدار لحقوق نادي الزمالك، لان النهارده لاعب الكره سلعه ممكن توفق او غير او لا توفق. وشفنا كلنا شفنا الاستاذ ممدوح عباس رئيس النادي السابق لما اتبغدد وما باعش مصطفى سوري عمرو زكي في التوقيت المناسب، خسرنا قد ايه فلوس وكان عنده ارقام كبيره جدا. بس انا اختلف معاك قبل ما نقفل برضه القضيه دي يا منتصر، لانه مصر فيها مصطفى محمد واحد، بمعنى ان كان يجب ان العقد يتحسن اكتر من كده، ومصطفى كان يجيب عقد اكبر من كده حتى هو طالع تركيا. يعني تقدر انا تطلب فيه اكتر من 6 مليون، تقدر تطلب ده بيفاوضك لحد اخر لاخر خمس ساعات في خناقه بين سانت تيان وبين جلطة سراي عليه. انا بقول ان مصطفى محمد مهاجم افريقيا الاول مش مصر، مع احترامي يوافق اللي يوافق ويرفض اللي يرفض. النهارده فكان يجب ان انا عندي نظره مستقبليه ان مصطفى محمد ممكن يبقى مشروع محمد صلاح جديد. ايه المانع؟ مفيش. محمد صلاح لما طلع ب 2 مليون واعاره، ولما اثبت وجود بنيه البيع كمان اعتقد المواليد خد 2 مليون يعني تقريبا 4 مليون دولار. رمضان صبحي لما طلع للدوري الانجليزي ورمضان سابق عند نقطه رمضان، لا احنا بنتكلم فير رمضان صبحي سابق على مصطفى محمد في وجوده في المنتخبات الوطنيه. برضه لعيب موهوب، لعب للنادي الاهلي بسنه صغير قبل مصطفى، يعني مصطفى سنه واحده قعدها في الزمالك. كثير من جمهور الزمالك كان متعشم في مصطفى يقعد ويدي نادي الزمالك. انا مع انه يحترف عشان كلامه ما يتفهمش، انا مع انه يحترف، لكن كان نادي الزمالك حق استفاده ماديه اكبر، وده طمع يا اخي عادي، معاه طمع مشروع. بس ده عرض وطلب، يعني النهارده ممكن انت نادي الزمالك تقدر تقول انا عايز مثلا في الاستاذ صبحي السلام 20 مليون، طب ما انا النادي اللي جاي اشتريك. طب تخيل بقى ان جلطة السراي بيبقى 30 40 مليون، هتزعل بعد كده مع الفارق مش كده؟ هزعل بالتاكيد، بس النهارده برضو خلينا نكون فير يا جماعه، النهارده اللعيب اللي بيبقى بيلعب في نادي اوروبي سواء في جلطة السراي او بازل سويس بيلعب دوري ابطال او بيلعب الدوري الاوروبي، الفترينة مختلفة. وأوروبا لما بتشتري لعيب من الدوريات دي من تركيا من سويسرا من أي مكان، غير لما بيجي يشتري من أي بلد في أفريقيا، مع احترام مصر اللي أنا بتشرف إن منها، بس النهاردة أنت متصنف كالدوري بتاعك، اللعيب اللي بيطلع من عندك طيب بيطلع برقم معين. طب اسمح لي طبعا أخويا محمد إبراهيم في الإعداد، وإسلام جمال وأحمد فتحي وعمر صبحي اللي بشكرهم جدا طبعا، وأستاذة شيرين كمال. هخرج يعني هشذ شوية، يعني أنتوا طب ما تحبوش إن أنا أخرج عن الموضوعات المكتوبة، بس عايز أقول لك يا منتصر إن وأنا جاي كتير جدا من جبين نادي الزمالك بتكلمنا عن قضية القرن. يا جماعة عشان نكون واضحين، قضية القرن اتقفلت بالضبة والمفتاح. أتحدى رئيس نادي زمالك حالي أو يمكن مستقبلي يقدر يفتح الملف تاني، لأنها قضية لها خصوصية شديدة جدا، والزمالك لا يجب أن يكون نادي القرن، فما تتكلموش فيها كتير لأن المسألة أكبر مني ومنكم. لا هي مش قصة لا يجب، خلينا عقل. لا يجب نادي الزمالك نادي القرن في قلوب كل عشاقه، في قلوب كل جماهيره. القضية لينا حق فيها كنادي الزمالك، شايف انه ليه حق فيها. النادي الاهلي شايف ان هو خد الجايزه ولا خد اللي اتحطت في الدولاب الإزازة. الشهاده اللي استلمها الكابتن محمود الخطيب في وجود الراحل صالح سليم من حقه. انما النهارده لما يجي واحد زي الكابتن شادي محمد واحنا خرجنا، يجي يقول لك اتفتحت بعد 20 سنه، لا، قضيه نادي القرن في عقله وقلب كل واحد زملكاوي بتتفتح كل سنه وكل دقيقه. متفق معاك، كل زملكاوي عنده يقين ان قضيه ان نادي القرن هو نادي الزمالك مش كده؟ صحيح. وكل اهلاوي عنده يقين ان نادي القرن هو نادي الاهلي. لا هو شايف انه خد الجايزه. ندخل بقى على قضيه اخيره قبل ما نكمل، عندك انت قضيه فرجاني ساسي. طبعا فرجاني ساسي مش شغل الشاغل، كل الزملكاويه من اصغر واحد لاكبر واحد بيتمنى وجود فرجاني ساسي. فرجاني ساسي عقده ينتهي مع نادي الزمالك بنهايه الموسم. طيب اللجنه المؤقته او اللجنه الحاليه او المجلس السابق يقدر يجدد لفرجاني ساسي؟ ده بيتوقف على الفلوس. طب هل في فلوس في نادي الزمالك دلوقتي؟ خلينا نكون واقعيين واحنا قريبين من المطبخ، مفيش فلوس في نادي الزمالك. طيب فرجاني ساسي عايز ايه؟ فرجاني ساسي عايز قرابه 2 مليون ونص
يورو عشان يجدد عقده الحالي، 1,600,000 يورو زائد 12,000 او حاجه سكن وبدل وتذكرتين سفر، يعني النهارده بنتكلم في عقد ب 34 مليون سنويا لفرجاني ساسي. طب هو الراجل عايز يزود، ممكن نوصل ل 40 ل 50 وفق متطلباته، وشيله الضرايب وشيله مش عارفه رسم التنميه وشيله المهن الرياضيه، فده يفوق هزينه نادي الزمالك. لو انت بتاخد راي يا استاذ صبحي، انا شايف انه فرجاني ساسي، وممكن ده كلام يبقى صادم لجمهور نادي الزمالك، يكمل عقده مع نادي الزمالك، لعيب ادى 3 سنين بشكل محترم بشكل غايه في الروعه، جمهور نادي الزمالك بيحبه. انما نادي الزمالك مش هيقف على فرجاني ساسي، فرجاني ساسي حابب يقعد في نادي الزمالك، بقول له مره واثنين وثلاثه لازم تقبل بالعرض المالي لنادي الزمالك اللي يتناسب مع امكانياتك. وخلينا نذكر الناس بحاجه، انه اللي اشترى فرجاني ساسي مش نادي الزمالك، مستشار تركي الشيخ اللي دفع لنادي النصر السعودي قيمه استقدام فرجاني ساسي، وتحمل راتب اول موسم لفرجاني ساسي اللي هو ال 34 مليون جنيه، ثم نادي الزمالك والمجلس السابق دفع سنه، واللجنه المؤقته والمجلس قبل ما يمشي بيكمل السنه الثالثه. اذا خزينه نادي الزمالك اعتقد لا الاهلي ولا الزمالك يقدر يستخدم لاعب يتقاضى 2.5 مليون يورو زي ما هو عاوز سنويا، يعني قرابه 50 مليون. كمان الصبح ياخد رايك في الموضوع ده، واوجه لك سؤال. طيب لو فرجاني خد الرقم ده، لو انت جاي تجدد بعد سنه لاشرف بن شرقي وطارق حامد، ايه الوضع؟ بص، زي ما قلت مصطفى محمد واحد وفرجاني واحد، انا بختلف مع كلامك يا منتصر، لان انا شايف قضيه فرجاني ساسي اهم قضيه واهم اختبار لمجلس اداره الزمالك الحالي. لو انت وانا للاسف الشديد شايف ان في بعض الابواق اللي بدات تطلع تقلل من قيمه فرجاني. لا مش والطلب انا مش انت مش انا بتكلم على بقى، انا بشوف بستاذ بشوف تصريحات طبعا مش هتعرف تعوض فرجاني ساسي تاني. انا بقول سواء قيمه تسويقيه، يعني المشجع الزملكاوي ملوش علاقه انت هتقدر ولا لا، مشجع الزملكاوي عايز يكون فيكون فرجاني ساسي مطلب جماهيري مهم جدا، وانا بضم صوتي لصوت جماهير نادي الزمالك، وبقول للاداره الحاليه اصعب اختبار مش عارف اذا كان المجلس عايز ولا مش قادر. في الحالتين مرفوض، يعني لو مش عايز مرفوض، لان حضرتك ده مطلب جماهيري، جماهير نادي الزمالك او كره القدم في نادي الزمالك هي الواجهه، هي اللي بتحرك الاحداث. جماهير نادي الزمالك محتاجه جدا استمرار فرجاني ساسي، لانه لعيب لا غنى عنه. فانا بناشد اداره الزمالك، انسى كل الملفات تجديد، سواء في عندنا بن شرقي ده لسه فتره عنده سنه ولا سنه ونص، ولا طارق حامد ولا بتاع. انا ازمتي دلوقتي، ازمتي دلوقتي فرجاني ساسي. جماهير نادي الزمالك نفسها الغلابه، الناس الغلابه عرضوا على الاداره ان هم يفتحوا اعتمادات ويعملوا تيشيرتات ويبيعوها عشان يجمعوا فلوس فرجاني ساسي. انا مش مع اي تهاون في قضيه التجديد لفرجاني، لا سيما انه الولد مرحب جدا وحابب جدا الزمالك وجماهيره. بكام يا استاذ صبحي؟ مرحب بكام؟ والله اقول لك على حاجه، هو في كل الاحوال ارخص من حسين الشحات. طب وانت حسين الشحات لعيب مصري، احنا انتقدنا حسين الشحات. ما انا بقول لك انا بقى ارخص حتى بالمبلغ الجديد من حسين الشحات. لا حسين الشحات ما بيتقاضاش الراتب وطلب لا 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 بس لا لا. حسين الشحات ما بيتقاضاش الراتب السنوي ده اللي بياخده فرجاني، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه حسين الشحات نادي الاهلي كلنا انتقدنا الصفقه اللي هو ما قدمش ربع اللي خده نادي العين الاماراتي، ال 5 مليون دولار في استقدام. بس انت بقى عندك فرجاني، عارفه ضمنه بيلعب لك ازاي، نقل لك الزمالك في حته ثانيه. هو مش بقول ما يقعدش، بس بقول هو يقلل شويه، والاداره يا رب رجال الاعمال اللي حضرتك نشدتهم الجهبزه اللي بيتغنوا بحب الزمالك، وانا بتكلم بلسان الجماهير بقول لك ماليش دعوه فرجاني يكمل، اللي هي عضوياتهم رجعت دلوقتي، يخشوا يمدوا ايديهم للناس اللي موجوده ويجددوا الفرجاني ساسي. بص بقى، لو انت جاي مجلس اداره معين، بس الدوله مش هتدي فلوس. لا تساندك في فلوس، ده نادي جماهيري ونادي شعبي. هيجي الاهلي يقول لك وانا ما بتساندنيش ليه؟ ما انا عندي ساند الاهلي، تسانده لو محتاج مساند، تسانده لو محتاج مساند. الدوله تحاول تساعد الزمالك في تجميع الاموال اللي بره، في التسويق، في الرعايه، في البتاع. الزمالك عنده حوالي 200 وشويه مليون، الفلوس دي تتجمع هيبقى فلوس فرجاني ساسي موجود. انا عايز اقول لك انه عشان نقفل الموضوع، انا شايف ان فرجاني ساسي مطلب اساسي مهم جدا ولازم يكمل في الزمالك. انا طبعا ما فيش واحد يعني عاقل في مصر وفي اي حته مش عاوز فرجاني يقعد، بس النهارده يعني الامور ما تحملش فوق طاقتها. النهارده زي ما بتشوف رمضان صبحي بيمشي بالاهلي، بتشوف ناس مشيت وناس راحت، النهارده جمهور نادي الزمالك لازم يهيئ نفسه للسيناريو الاخر. عقده هينفرط لو خرج فرجاني، لان الزمالك بيمر بظروف استثنائيه. الزمالك مرصود ومطلوب ان هو يقع، وانت قلت الزمالك بيتعرض لحروب. صح. لو مشي فرجاني مش هيبقى الاخير، هيجيب معاه باقي اللاعبين. اسمحوا لنا طبعا انا اختلفت مع منتصر كتير النهارده، نريحكم مننا شويه صغيره جدا، هنطلع فاصل نستقبل نجمنا اسامه حسن ونكمل معاكم حلقتنا.
يريد أن يمر عبر القافلة الحمراء ليفتح باب الأمل ليعود للمباراة ليؤكد أن الزمالك إذا أصيب بالعطس تصاب كل مصر بالزكام. وكرة خطيرة وبالفعل هدف وبالفعل هدف 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 عينيا دي ما بتشوفش غيره صوتي ما يهدفش اللئيم تشجيع وفخر الجماهير وده اللي انا اتربيت عليه من اجلك علمنا منكم يعني ايه كلمه وفاء تاريخه عايش يحكي عنه الزمالك يعني انتماء الزمالك يوم ميلادي وانا زملكاوي قعدت مهما تفوت سنين مش حكاوي ده انا اصلي صوته حدسه الامين عينيا دي ما بتشوفش غيره صوتي ما يهدفش اللئيم تشجيعه فخر الجماهير وده اللي انا اتربيت عليه ان اجيلك علمنا منكم يعني ايه كلمه وفاء تاريخه عايش يحكي عنه الزمالك يعني انتماء الزمالك عينيا دي ما بتشوفش غيره صوتي ما يهدفش اللئيم تشجيعه فخر الجماهير وده اللي انا اتربيت عليه ان اجيلك علمنا منكم يعني ايه كلمه وفاء تاريخه عايش يحكي عنه الزمالك يعني انتماء. اهلا بحضراتكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبنستقبل معانا ضيفنا وضيفكم الجريء المثير للجدل اللي مقطع البطاقه اللي فتح صدره معشوق جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا لانه مرتبط بيهم جدا، الكابتن اسامه حسن. اهلا بكابتن اسامه، منورنا. والله انا منور، انتوا منورين وسعيد بيكم جدا يا استاذ صبحي واستاذ منتصر، وما اقدرش ارفض لكم طلب زي كده لما تطلبوني ولا في اي وقت. تحت امركم والله. منور كابتن اسامه والمدفعجي وصاحب القذائف الصاروخيه، واحنا شرف كبير انك انت موجود معنا النهارده، ورب تبقى حلقه ممتعه. حلقه ده انت الاشاره ضربه ما تقلقش، الناس بتعشقك قوي يعني. الله يخليك يا استاذ. يمكن اهدافك ما كانتش كتير قوي يا استاذ، بس كانت اهداف تاريخيه. انت شفت في التقرير، فكرنا بالزمن الجميل ده، الاهداف المهمه اللي انت سجلتها. هدف الحضري ده، ده هدف في الحضري ده، كنت موقوف حوالي 6 ماتشات. دي حاجه اول مره في البرنامج عندكم. بسبب كابتن حازم امام. ليه بقى؟ كان كاجودا بيتكلم مع كابتن حازم وحش، فانا دخلت، فالمترجم ترجم له قفش معاك، عمل لي كده، قال لي كده، ما شفتش الملعب تاني غير لما هو مشي. قبل الماتش ده 6 ماتشات كنت واقف. اه والله. جه كابتن محمود سعد كان ماسك قبل هنري مشيل، هو اللي لعب. حتى لما جبت الجول رحت له هو، يعني دكتور محمود سعد. وهدف الكاس في حكايه ورا ضربه الجزاء. ده هدف الكاس ده، يعني يبين لك فعلا الواحد فعلا النادي ده، يعني اديله عينيا وقلبي كل حاجه، نادي الزمالك والله وجماهيره والله. مستر كورلو كان ماسكنا في الفتره دي، كان كاتب بيكتب الارقام، كان كاتب نمبر 9 عمرو زكي، نمبر 10 مثلا شيكابالا، هم اللي شوتوا ترتيب، وفتح الله ما اعرفش كان رقم كام كده، يعني كان في 3 قبل، ما لازم 3، اي مدرب يعمل 3 كده. 3 ما شفتهمش. الله منتصر، ما شفتهمش الثلاثة. اللي شال جمال حمزة واللي راح عم منصف شامي بنشي والكلام ده كله، ده عشان نهائي يعني قلقانين. 100,000 متفرج، ما فيش بطولة تخش النادي بقى لها بتاع 6 سنين، والبطولة دي وفرقة انبي انبي كسبانة في الدور الثاني، الأهلي 2-0 كسبان الدوري كله، كسبان 11 ماتش الدور الثاني كله إلا إحنا، تعادل معانا، كانت أقوى فرقة في الدوري في الفترة دي، فكانت صعب جدا أي حد يكسبها، جدا 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 جدا، كان فرقه جامده جدا جدا، كان اللي يقف قدامها على طول على الثلاثه بونت الانبي على طول. فجه كابتن حسن امام قلت له بعت لي ميلا، ميلا بتاع اوضه اللبس عندنا. حبيبنا ميلا. قال لي شوتها يا كابتن حسن، مفيش الكلام ده. قال لي شوت، فدخلت شوتها. كان الكابتن كابتن حسن كابتن الفريق، كنا عاملين له الاعتزال ساعتها. كابتن ابو حديد السادة كان عاملها، كانت تحت التيشيرتات. اول ما جبت الجول رحت له بس عايز اقول لك بعديها وانا بتفرج عليها بقى منتصف، بعد ما اتفرجت عليها اقسم بالله اتخضيت، يعني كل دخلت رحت البيت اتخضيت. انت عمرو زكي الجماهير. انا عجبني الجون اللي هو اللي في عصام الحضري. ده الشوطه دي انا اعتقد انها بطعم شيكابالا في الحته دي اللي رايحه فيها دي. شيكا قوي شويه. انا الوحيد اللي مسميه، انا عاشرته كانسان وكلاعب الاثنين. شيكا انا مسميه خارج الطبيعه.
اسمه كده مسمي. لما بخش النادي ده فين خارج الطبيعه، اسمه خارج الطبيعه. ليه بقى؟ شيكا على المستوى الانساني من انضف وانقى الشخصيات اللي في مصر. طبعا. على المستوى المهاري مش هيجي بعده ولا يجي قبله. صح. الاهم بقى منتصر استاذ صبحي في الموضوع ده كله، شيكا جه في الجيل بتاعنا، الجيل بتاعنا كان فيه ناس مش عارفه قيمه نادي الزمالك، فشيكابالا شايلنا 3 4 سنين شايل فريق بطوله، مش فريق بينافس على الهبوط، فريق بطوله. فشعبيه الزمالك في الفتره دي كانت بتقل، هو اللي حافظ عليها. ولدرجه ان الجمهور المنافس كان بيديله هو، ما بيديناش احنا، الوحيد اللي كان بيتشتم. صحيح. انت استفزتني، مش عارفين قيمه نادي الزمالك ولا قليلين على الزمالك؟ لا مش عارفين، مش عارفين قيمه نادي الزمالك. هم خلاص جم نادي الزمالك فرحين باسم نادي الزمالك، فمش عايشين لعيب محترف في نادي كبير وتيشيرت كبير وجماهير كبيره، مش عارفين قيمته، ودي اثرت عليه. خلي بالك انا زي مين ده كتير. لا انا حاجه كتير بجد اقسم بالله. ما هو الفرق ده اللعيبه اللي جت في الفتره دي مش علاقه بيهم لغايه دلوقتي، وقطع علاقتي بيهم خالص تماما. لان الفتره دي انت فوقت اي نعم، كان مجالس الاداره بتحلي كتير، فوقت النادي المنافس ساعتها عليه فوقته جامد علينا بسبب كده، بسبب الناس دي. يعني مثلا زميلي جالي في المعسكر، احمد سليمان جالي في المعسكر، زميلي لعب كوره، لقى اتنين في الاتنين بيهزروا، قال لك الماتش ان شاء الله هنكسب 2-0، فقال له ربنا يوفقك يا كابتن، قال له الاهلي. اوف. اه والله. لا ده مين ده بقى؟ لا ما ينفعش تقل، والله العظيم احكي لك كده. طب اول حرف من الاسم. لا مش ينفع كده. طب اول حرف. لا لا ما ينفعش، صعب صعب الكلام ده. الناس دي راحت لحالها. لا الزمالك هو اللي باقي. ما نقدرش نجيب لعيبه في الزمالك، لعيبه في الزمالك بيقول الاهلي هيكسب 2-0. اه والله. ده باسم الاهلي. مبسوطين وفرحانين. ما هو مش عارفين قيمه التيشيرت ولا قيمه الجماهير. في ناس في الزمالك جت الزمالك غلط. كانوا اهلاويه يا كابتن؟ لا ما اقدرش اقول كده. يعني انا اللي كنت في النادي الاهلي وانا بلعب، انا وابراهيم سعيد اللي كنا زملكاوي، واكتشفوا الموضوع دوت لما كنا في المانيا، وانا خدت احسن لاعب في المانيا ساعتها، فكتبت في مجله النادي الاهلي مثلي الاعلى ليوناردو بتاع البرازيل وكابتن احمد رمزي. واحمد رمزي عارف بقى. يمكن دي اللي خلصت عليك في الاهلي. عارف. ودي مش يعني دي فكره، ده مش عيب. لا طبعا يعني مش عيب. يعني النادي الاهلي فكره احترافي، انت شايف ان اللعيب ده كويس، ايه المشكله؟ بس لا ومش عيب كمان لما هم مشوني. يعني هم انتموا من النادي الاهلي، ده انتمائك، انت شجع اللي انت عايزه ودرب اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه في النادي. بس ولاك للتيشيرت اللي انت لابسه. بالظبط. طب ده ياخدنا لسؤال كابتن اسامه، يعني قبل ما اخش في السكريبت واسئله الجماعه، فكره انه ليه في النادي الاهلي حتى تلاقي دلوقتي نجوم الكره القدامى حتى اللي ما لهمش بصمه، يعني بيطلعوا في البرامج دلوقتي، لو حطيت لهم صوره نجم كبير من نادي الزمالك مقارنه بنجم من نادي الاهلي بس لسه طالع، يعني ما فيش مقارنه ما بين التاريخ، يعني لسه حد بيقول لك انه مثلا مين يا ربي، رمضان كهربا افضل من رمضان صبحي، وقفش افضل من عبد الله السعيد، عشان الصوره جت قصاد الصوره، وبركات افضل من فكره انه في النادي الاهلي دايما يحاسبك وممكن يقصيك من المشهد او من النادي لو انت اخترت نجم زمالك، ممكن تبقى انت اهلاوي بس انت بس عاجبك حازم، عاجبك حسن شحاته. في الزمالك لا، عندنا دنيا سيد احمد احيا. عندنا بعض الرموز وبعض الشخصيات هم اللي مقاوين نادي المنافس، هم اللي مقاوينهم. النادي المنافس ليك في شخصيات جواه ضعاف جدا، بس هم عارفينك انك ضعيف، ضعيف اكتر منهم. مع العلم انت كرموز عندنا وكنجوم عندنا، على المستوى الشخصي ناس محترمه، على المستوى المادي معدين ال10 وال20 مليون، على المستوى النجوميه بيمشوا في الشارع يتصوروا معاهم، على المستوى المهني شغالين. طب انت عايز ايه تاني؟ ضعف نفسك ليه وضعفنا معاك ليه؟ ما تدوس يا عم، انت نادي الزمالك اكبر نادي في مصر، تخاف من ايه؟ وانت شخصيه محترمه والناس كلها بتحبك. قال لي هدافع نادي الزمالك اسامه حسن لعد 3 سنين، يعني جبت بطوله، انت جايب 10 بطولات و20 بطوله واسمك كبير وواخد مركز في نادي الزمالك والنجم ورمز، انت انا اللي هدوس لوحدي؟ انا خاطر نادي الزمالك هدوس لوحدي؟ ما انا هتضر واتضررت فعلا بسبب نادي الزمالك كتير، ومحدش يقف معايا خالص خالص، ولا اداره قديمه ولا اداره جديده ولا حد. خدت لنا نقطه مهمه جدا، ونقطه الرموز اللي بتختفي عند الزمالك ما بيحتاجهم حتى دلوقتي، رموز كبار هو اللي عملهم، مش هذكر النادي اللي عملهم، وعملهم فلوس كبيره بيج نيمز، يعني مش حد قليل. مين يا استاذ صبحي؟ مين؟ ولا واحد. ما انا بقول هم فين يا جدع؟ ده يعني مع احترام، يعني الشيخ طه عنده 75 سنه ولا 80 سنه، ربنا يديله الصحه، بيقول والله. كلام احنا شايفينه كلامه كله غلط، مستفز وغلط، كلامه كله غلط. يقول لك الشيخ شيخ ليه؟ ايه الاماره لو بكلم جد والله؟ شيخ ايه الاماره؟ يا جماعه اصل لقب، في لقب، بيقول لك ايه ده النجم، ده السوبر، ده الاسطوره، ايه الاماره؟ في امارات. ده لقب ليه وهو من ايام ما كان بيلعب كوره على فكره، يعني امير الموهوبين يقول لك ابو تريكه حقه، امير الموهوبين طبعا ده حقه، ده شيخ ليه؟ اللي بيقوله قدامك غير في الكاميرا ويتخانق مع الحكم، فين احنا من الكلام ده؟ بس ممكن تبقى وجهه نظر الشيخ طه، هو شخصيه محترمه يعني. وجهه النظر انا ما بتكلمش على الشخصيات، خلي بالك انا بتكلم انت على اللي التاثير، على التاثير الاعلامي. انت واخد لقب شيخ ماشي، وكنت نجم كبير، اللي في التلفزيون غير اللي بتقوله، ومصر كلها شايفاه، وانت مصمم عشان خاطر النادي الاهلي.
يا عم النادي الاهلي كبير يا عم بده يحسب له ولا يحسب عليه؟ هو النادي الاهلي كبير من غيرك يحسب له ولا يحسب عليه؟ يحسب عليه طبعا. ما هو بيفقد المصداقيه والقناه بتفقد المشاهده. انا محضر لك اول سؤال اقول لك ايه سر العداء اللي بينك وبين جمهور النادي الاهلي، بس انت عملت جواب قبل السؤال ما يجي. ايه صحيح السر في كده؟ ومن زمان استاذ صبحي انا كتبت على صفحتي وكتبت على الصفحه الرئيسيه عندي، كتبت كده بالذات منتصف، هاتوا لي فيديو او كلمه قلتها في برنامج ان انا غلطت في النادي الاهلي. مستحيل صح، مستحيل ولا هتحصل، لان انا مش غبي. ده من اكبر انديه في مصر وفي افريقيا ونادي سحب بطولات شعبيه وجماهيريه، هغلط فيه ليه؟ انتقد اشخاص وده حقي، واقول السلبيات اللي في النادي المنافس وهطلع له ايجابيات. يعني في كره الزمالك هجيب الزمالك الاهلي وبيكسب الزمالك؟ لا طبعا، اكيد طبعا الزمالك بيكسب الاهلي. هقول لك الاهلي نفس الموضوع ونفس الكلام. ما بتكلمش عن سلبيات الاهلي برضه. طب كل السلبيات بتقول على الزمالك يا راجل، ده في واحد طلع قال لك لو اتغلط اربعه هتعادل سبع خمسه، ايه الكلام ده يا جدع انت؟ وده كلام اتقال في البرنامج ده. السؤال الجاي ده، ده مش واحد، ده مدير الكوره. في حد يكلم الكلام ده؟ ما هو ده اللي بعدها باسبوع اتغلب الخمسه. فجمهور نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك بعدها باسبوع اتغلب الخمسه. انا ربك اغلب البرصاد. اه طبعا، جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الاهلي خط احمر. طبعا. كيان نادي الزمالك وكيان نادي الاهلي خط احمر. انا عمري في حياتي ما اغلط في النادي الاهلي ولا كيان نادي الاهلي ولا جماهير نادي الاهلي، مش هتحصل. ولو فيهم راجل صحفي او اللجنه الالكترونيه بتاخد فلوس يطلع لي فيديو ويحطه على الصفحه عندي، لو فيهم راجل. لا غلطت في كيان نادي الاهلي او كيان نادي الاهلي او جماهير نادي الاهلي. لو في مراجل انت واثق انك ما غلطتش؟ ما اقدرش، انا مش غبي. انا مش عبيط يعني، مش غبي. وهو ما يقدرش يغلط في الكيان ولا في الجماهير ولا في البطولات. ومش ده المطلوب. لا المطلوب الناس تغلط في النادي الاهلي وجمهور الزمالك. شجع والانتقاد من حق اي حد. يعني ليه الانتقاد لما تنتقد في مسؤول الزمالك او في لعيبه الزمالك يبقى حلال، ولما تيجي تنتقد في النادي الاهلي يبقى حرام وانت ارتكبت؟ ده بيحوروا لك. يعني مثلا ايه؟ يعني انا مرفوع عليه قضيه يقول لك ايه؟ طلعت عريان. فالفيديو الراجل بيشوفه، انا طلع بالنص اللي فوق كده، قال لي ده حتى شرعي مش عريان في العربيه. شرعي من هنا. كنت في السخنه وفي العين السخنه وجبت طبعا حاجات، انا كنت في السخنه طالع من الميه يعني. لا وطلع بالنص اللي فوق ده، اللعيبه بتلعب التيشيرت كله. فانا طالع لغايه هنا، قال لي عريان وتمشي في الشارع عريان، اوري الناس الفيديو، ايه ده انت مش عريان؟ انت برافع عليا ليه؟ طب انت مش عريان؟ دي حاجه ترجع لهم هم. انا راجل بشجع النادي بتاعي ودافع عن النادي بتاعي وبحترم كل الاشخاص وبحترم كل الناس. بص يا كابتن اسامه، هو مفيش شك ان الاثاره اللي بين جماهير الاهلي والزمالك هي مطلوبه جدا ومحببه جدا على المستوى التنافسي، بس اللجنه الالكترونيه بص لما تخرج هالي. لما تخرج لا المستوى اللجنه الالكترونيه يسال عنها الناس اللي بتمول اللجنه الالكترونيه، ما دي لازم تنسى اللي هي بتصطاد اسامه حسن، بتصطاد فلان وبتدفع لك علشان تتكلم وتسيء، ده المرفوض. لكن فكره اهلي وزمالك انا اشجع وانت تشجع، انا اعتقد ان الاهلي والزمالك هم علامه من علامات مصر. حضرتك كنت بتحلل في قناه الزمالك انت ومنتصر والجماعه الثانيه معاكم، مشيتوا في الشارع في حد من جماهير الاهلي كلم معاكم وقال ادب عليكم؟ بيتصوروا معاك؟ لا خالص، لا ما حصلتش والله. بقول لك انا بلعب كل يوم وعارفين بلعب فين وبنزل معاهم وبضحك معاهم وبهزر. ما انت في بيتك هتلاقي اهلاوي وزملكاوي في عيلتك. لا لازم هتلاقي في الخليط في الشارع، فتيجي تمسك الصفحه بتاعتك بقول لك بالراحه الاهلي يا عم. يقعد يهزر ويضحك. بس ده عالم افتراضي يا كابتن اسامه، عالم فيسبوك وتويتر. في واحد مسك شيكابالا فرمه والله العظيم. شفت له الصوره اللي انت منزلها؟ نازل متصور معاه اول امبارح، متصور معاه صوره بيضحك معاه. هو نفس الراجل اللي بيشتم شيكابالا؟ والله هو هو. والله هو هو. فاذا في ناس فعلا بتنول، دي لازم باتر الناس دي يا جماعه، لازم باتر النادي الاهلي والزمالك. دول كيان ودول سمعه الكره المصريه. ما دخلتش اللجنه الالكترونيه دي خالص يا جماعه، نسف. ومع التعاون لما كابتن حسام حسن برضه اعتقد مع التعاون، هو يمكن فاروق جعفر وحسن شحاته ولا فاروق جعفر التربيه الرياضيه، مع التعاون ده حرام يعني. لا طبعا. والمحامي بتاعه اتصل بيا مرتين بتاع كابتن خطيب ومحامي كده ساكن عندنا، ده كان بيتفرج علينا وتصور معانا والده الله يرحمه كده، محامي يعني عادي من المحامين الصغيرين يعني. قال لي ادي فيديو اعتذار لكابتن خطيب. ليه بقى؟ عشان قلت يا خطيب. قلت يا خطيب؟ اه. قلت له على فكره كابتن خطيب بشوفه بتصور معاه وبالنسبه لي نجم كبير، بس امن الخطيب ده مفيش مشكله خالص. طبعا ده الكابتن خطيب برضه عالم والعالم لا يعرف يعني. مفيش مشكله خالص، وبتصور معاه على طول. ده احنا بنقول رئيس الجمهوريه سيسي. راح اتصل بيه تاني، قلت له مش هينفع اعمل الكلام ده. راح انا بتصل بيه مرتين ما ردش عليا، فنزل الاتصال بتاعي على الصفحه بتاعته. ده انا محضر له مفاجاه ده في المحكمه. ده اصبر، ده تخيل. بص النقص وصل لغايه فين؟ يعني رفع عليك قضيه عشان قلت يا خطيب؟ آه عشان طلع عريان. قال لك طلع عريان لما حققوا معايا والناس في الشارع شافوا الكلام ده كله، قال لك ده حتى على المستوى الاسلامي مفيش عوره. لا بص خلينا ننزل البحر بعد كده لابس قميص. لا هياخدنا حته ثانيه. لا الحقيقه يعني في واقع الامر انا برضو بخرج عن السيناريو يا محمد ابراهيم. كل واحد ليه كل احترام. ماشي. كابتن صالح انا عشرته. كابتن صالح يعني من اقوى الشخصيات اللي قابلها في حياتك، وعمر في حته ثانيه عمره ما استفاد من النادي الاهلي. حتى الشقه بتاعته كانت 90 متر، عمره ما استفاد. كابتن خطيب دخل الراجل المحترم الفاضل تركي آل الشيخ، الراجل ده عمل طفره في الرياضه واحنا ضيعناه من ايدينا. طبعا منهم اللي ضيعوه والله.
عمل طفره بجد. دلوقتي مثلا ايه بيراميدز والزمالك ما بتعرفش مين يكسب، عمل طفره في الدوري وبقى افريقيا، فمش فعمل طفره جامده جدا. دخلك استثمار في الكوره وبتاع الامير. خليني ارجع تاني للحته بتاع كابتن محمود الخطيب، انا مصر اسمعها منك، انت عملت مقارنه بينه وبين صالح سليم ولا انتمائك كان لصالح لانك لعبت في فتره كان فيها صالح سليم؟ لا انا عارف الاثنين كويس. انا زعلان على كابتن الخطيب اللي وصل ان الناس تتكلم عليه في الاعلام كده، اللي هو نجم كبير وشخصيه عامه ومن اللعيبه المحترمه اللي كلنا كنا بنحبها، فوصل بيه كده وهو ما يردش اللي كده مزعلني. طب انت رفعت قضيه على الناس في نادي الزمالك ورديت عليه، انت ملك جميل كبير، جميل عظيم، ملك كيان كيان كبير في افريقيا مش في مصر، فكان لازم الرد يبقى قوي شويه. طب انا احيانا بعد ذلك الصبحي بيبقى الصمت لغه العظماء. مش بهزر والله. لا نجم دي الشماعه، دي الشماعه اللي الناس بتعلق بيها. ما في الصمت لغه العظماء في بعض المواقف، في النادي اللي ماكلني عيش ومخليني نجم وخليني سوبر ستار وانا بخدم فيه هو جماهيره، خط احمر اي حد يقرب منه مفيش لغه لغه العظماء. تقول كده الشماعه لغه العظماء، هو دور بيقوم بيه، دور بيقوم بيه. لا لا هو دمه خفيف. ارجع لسؤالي بقى، اسامه حسن كان مسؤول فريق 2006 في الزمالك، راح فين؟ في 2001 2006 مش عارفك الموضوع. 2006 مش كده؟ مين اللي قالك موضوع 2006؟ لا انا كنت عارف انت بس انت مسؤول على 2001 اعتقد. لا هو الوقت في لجنه الكوره يمكن او لجنه حصل لي حاجه كده يعني اول مره اقولها لك برضه بالبرنامج. انا عيطت. لا انا صعب جدا حد يستفزني لما تلاقي دفعت على النادي ورايح النادي همسك فرقه 2006، اثنين من المسؤولين قابلوني انا شايفها هتبقى معانا. ده امتى؟ في مسؤول دلوقتي موجود دلوقتي. مسؤول في مجلس اداره يعني؟ لا مسؤول في الكوره. مسؤول في الكوره؟ ايا كان مش هقول لك اسامي انسى. طيب مش هقول لك اسامي. ده امتى؟ اول السنه. اوكي. فقال لي انت بتشتم فلان ليه؟ انت مالك وماله؟ قلت له بشتمه عشان غلط فيا انا ولا في اهلي؟ ده في نادي الزمالك ودافع عن نادي الزمالك، انت مالك؟ سامع انا قعدت ابص كده. لا يبقى كده ما نقولش اسماء. قعدت ابص كده والله العظيم الصبح. قلت له قلت له منتصر هو انا في النادي الاهلي؟ فين كابتن الخطيب؟ ده في نادي الزمالك بتعملني كده في نادي الزمالك؟ بنتوا فعلا ضعفنا، انا مش هينفع تبقى معانا ومش هينفع تبقى والكلام ده كله. شهاده حق اتقال لي لا يعني. صحفي قابلني تحت وهني اول مره انا بضحك وهزر على طول، اول مره ليه متضايق. عارف كلم مين؟ كابتن رضا عبد العال. انا ماليش كلام مع مستر مرتضى منصور يعني، عمري ما طلعت له. قلت له مره واحده بس لما رحت سموحه ادرب ورجعت له، بس عمري ما قعدت معاه ولا ليه كلام معاه خالص في الكلام ولا عمري طلعت له. أيوه. يعني بحافظ على العلاقه بيني وبينه عشان لو كان قال لي كلمه كنت هزعل منه قوي. فانا عمري ما طلعت له. فمين اللي توسط لي في الموضوع ده؟ كابتن رضا عبد العال. اول مره يعني حد يقف في الموضوع ده خالص. اللي بقوله ده. بعد ما عيطت ازاي؟ بعد ما عيطت ولا؟ راح طلع المسؤول ده بالكشف. راح مرتضى مسك كده قال له فين اسامه حسن؟ قطع الكشف. راح وداني 2001. فرقه 2001 بقى فيها مشكله. 2001 في 7 طلعوا درجه اولى، القوام الرئيسي. فاصبح اللعيبه الثانيه محتاجه وقت، في لعيبه محترف، في لعيبه جامده جدا عندنا. 2001 الحراس كمان. لعيبه جامده جدا. لا 2001 ده من احسن الفرق في مصر. عايز اقول لك كابتن جمال حميد بالمناسبه يعني بهنيه طبعا مشرف. بص بقى قعدت مع ده ايه ده يا جماعه ده؟ لا ابو الجيم ده تاريخ بلسم. لا ده هيخلي الزمالك هيخلي القوام الرئيسي نادي الزمالك من ولاده وهينافس على البطولات وهيتلاحوا مع عراته ويرجعوا كمان زي ما كانوا. اخيرا بيتحط في المكان المتناسب معاه ومحترم. جدا جدا وجدع. انا مش هسال كده. يعني مش عايز واحد محترم مش فاهم، لا ده محترم وفاهم بالظبط. فنفس الكلام ف اتحطيت 2001. فقلت لهم لازم الصبر على الناس دي. يعني الناس اقل واحد فيهم لعب بقى له 3 سنين ما بيلعبش، فلازم الصبر. حصل برضو مشكله على نفس الراجل لان رضا شالني عشان اتغلبت ماتشين. عشان عليك توصيه من بره؟ طبعا توصيه من الناس اللي انت عارفينها يعني عشان نحافظ على مكانه في الاعلام يعني. باظ الدنيا يعني. جه بقى دلوقتي المجلس المعين الجديد ده، ناس عارفين قيمتك بقى، ناس عارفين ان انا خدت بطولات في انبي بالظبط. كنت لسه هقول لك على المعلومه وطلعت دي لازم استفيد بيها. طلعت اجيال معديه 50 60 مليون للبيع وخدت بطولات في انبي والوحيد اللي في النادي مدربت ممتاز به، مسكت 3 سنين ممتاز به، فجاي اخدم النادي بتاعي. فعرفوا بقى الحمد لله، بقيت في اللجنه الفنيه ومسؤول على الموضوع دوت. وناس بص تسمع وناس كده محطوطه في وقت في وقت وحش ولازم نساعدهم لان هم ناس محترمه وشخصيات جميله. انا قعدت معاهم بقول لك ايه والله وبيحاولوا يحافظوا على الاصول. بس مش عارف ليه يناسبك اكتر التدريب مش التواجد في اللجنه الفنيه اللي بتتغير كل اسبوع. هو مدرب. ما انا لا ما اللجنه الفنيه مش مدرب. انا السنه الجايه انا حتى بعدت على الاعلام وبعدت على الفيديوهات. ما انا والله حد لسه نجم في الزمالك يعني بيعمل بطولات كتير. المدربين اللي موجودين مش والله عشان انت موجود. انا رفضت عروض كتير جدا بسبب الزمالك عشان عايز اخدم نادي الزمالك وعملت فرقه تاني 2001.
عندي لعيبه مش هذكر اسامي، عندي لعيبه الفتره الجايه هتلاقي لعيبه جامده جدا طالعه، لعيبه جامده جامده يعني. عملت انك تعمل فرقه بالقوام الرئيسي بتاعها وبتلعب جمهوريه والفرقه السبع بيلعبوا في مع مين الاسامي يا كابتن؟ اللي هتطلع جديده مصومه كتير هنسى حد. فوز الفرقه دي على فكره متميزه لدرجه ان في معاد كبير في المنتخبات. في سته في المنتخب. مفنشين الموسم اللي فات قبل ما يتلغي اول. مش كده؟ وال 2003 مفنشين اول. و 2003 مفنشين اول. و 99 مفنشين اول. وكنا الحقيقه في شغل قطاع الناشئين في الزمالك السنتين ثلاثه اللي فاتوا عن ال 20 سنه اللي قبله. بص يا نجم سامي الشيشين. مع حفظ الالقاب عصام مرعي. غانم سلطان. وجي كابتن طارق يحيى ودخل كابتن جمال عبد الحميد عملوا قطاع غير عادي. كله بيكمل بعضه بصراحه. لا شغل هايل بصراحه. رايك في التحكيم المصري يا كابتن مستوى الزمالك دلوقتي؟ التحكيم المصري رايح في 60 داهيه. بسبب مسؤولين ان الناس ما تعلموش. بمعنى منتصر حضرتك عشان تخش اعلام قعدت ودربت وكام ده كله قعدت سنه وسنتين هم ما تدربوش على الفار ولا عارف حاجه عن الفار ولا عارف كام ده كله ده نصهم خلي بالك كده الا ما رحم ربي يعني. فانت حطيتهم في كارثه. حطيت في واحد هو اللي بيقود وهو اللي بيقرر مع ناس صرفه ملايين وبيتعبوا ويجتهدوا في شغلهم عشان يساعدوا جمهورهم ياخدوا بطولات. فعملت كوارث. انت تعرف ان حكام الفار دي فيها تقريبا ثلاثه ابناء حكام سابقين يعني بيشتغلوا اللي هو عشان الناس تشتغل وتاكل عيش وما يعرفوش حاجه. ولما يغلطوا والطبيعي بس الحكم بشر بالنسبه للزمالك، بالنسبه للتاني مش بشر. يتعدم متعه الكوره بالنسبه للفرق الثانيه. بالنسبه للزمالك متعه كره القدم لما الخطا نادي كبير والله يا جماعه برضه نادي محترم طبعا كبير جدا. مين يقدر يقلب الزمالك؟ طيب يعني والله العظيم مش لاقي سبب. انا نفسي مش لاقي سبب. انا رايي لو قلت رايي انا هقول انه للاسف الشديد عندنا مستوى الحكام المصريين منهم اللي ضعيف الشخصيه اللي ضعيف فنيا ومنهم الانتماء بيتحكم فيه. دي موجوده من 60 سنه شئنا ام ابينا موجوده. ومنهم اللي بيتضرر من نادي منافس. ما انا بقول لك منهم لان جوه اتحاد الكوره كان في ناس من نادي المنافس ليك كانوا تقال جوه كانوا بيتحكموا من ضمن واحد محبوس دلوقتي يعني كان في ناس بتحكم فعلا. دي حقيقه. وانا كحكم مش معروف ومش نجم مش لعيب كوره فلما اجي احس ان انا اتضرر فبخاف ايد مرتعشه فغصب عني بيحصل كده. وخلي بالك هو حرصا على اكل عيشه يعني هو مش يمكن انا مثلا لو بنتكلم عن النادي الاهلي هو مش بينزل عشان يكسب النادي الاهلي لكن هو بينزل بيتمنى الاهلي يكسب لان الاهلي لو خسر هو موجود مش هيلعبها تاني يا سام مش هيلعبها تاني. انا هسألك سؤال والله العظيم السؤال ده يعني والله متصل لينا كلنا. ماشي دلوقتي الرزق جاي لي تقدر تمنعه؟ لا طبعا تصده كده؟ لا مش بتاعها. تقدر تعمله بايدك كده؟ لا. طب الناس بتخاف من ايه؟ ضعف ايمان يا اخي بس خلاص. طيب ما بعض بعض الحكام بالذات اللي في الفار يعني عندهم مشكله مع الاخراج الصحفي الاخراج التلفزيوني يا اما الكاميرات والله يا اما المخرج انت عايز توديني في داهيه. قول بقى يا اسامه ورب الكعبه ماتش اسوان اللي كان الناس قاعده في الفار كانوا بيتعاملوا بالتليفون. مش بس ماتش اسوان وربنا بالتليفون كل الماتشات. طب والله في حكم ولا بحكم بين الكوره الحكم ده في حكم اتصل لحد قال له هي الكوره ايه عارفين ايه. وفي ناس بتكلم رؤساء لجان حكام سابقين. كابتن احمد مجاهد جاي منظف الناس دي كلها. اسمع على فكره هو شغال لما بتاخده كتير كل حاجه هيعمل. الراجل ده ذكي الراجل ده ذكي مشكلته حاطط ايده في كل حاجه في الاتحاد وده على فكره في لجنه الحكام وفي لجنه المسابقات. اسمع احمد مجاهد ده اللي قال لك مصلحه البلد العليا انه الشناوي من اربعه يبقى واحد. خلي بالك كل عندنا اخطاء كل عندنا اخطاء ممكن خطا في التعبير مش قصده كده. انما الراجل ده اللي انا شايفه ده اقسم بالله لا يفوق الاتحاد ترجع الكره المصريه. الراجل ده ما بيحبش يكره. نتمنى خلي بالك ما بيحبش يكره. انا تعاشرته والله العظيم. انا ما بفيش على حد كده اي كلام يعني ما يهمنيش حد يعني. انا ولا امسك منصب في الاتحاد ولا ليا الكلام ده خالص. الراجل ده هيجي ينظف. رايك في مستوى كويسه بس رايك في مستوى الزمالك بعد التعادل الاخير في دوري ابطال افريقيا التعادل الثاني الزمالك مباراتين بلا تهديف تقريبا في غياب مصطفى محمد وحظوظه ايه في المنافسه على الوصول المره النهائيه؟ حظوظه يا نجم انا مسكت كده المواقع عندنا ومسكت الصحف النادي الاهلي مغلوب قال لك النادي الاهلي فرصه احسن من نادي الزمالك فرص كبيره عشان مجموعه ضعيفه فانا كنت فماسك التليفون كده فعملت تليفون كده قلت الله ده هو قلبت التليفون لقيتها هي ايه يا جماعه ده يا سلام ده الزمالك اتعادل ماتشين بس مجموعه ضعيفه بتاعت الاهلي لا مش ضعيفه مفيش حاجه ضعيفه في افريقيا لا مفيش ضعيفه يعني مقارنه الترجي والمولوديه سيمبا ماتش سيمبا كنت مع احمد جمال قلت له النادي الاهلي النادي الاهلي مش هيفرط الماتش ده على الهواء وكان معاه الشرقاوي قال لي لا قلت له مش هيعدي الماتش مدد ده انت بقيت الشيخ اسامه بقى لا قلت له مش ليه مش هيعدي يا جماعه لازم يحصل دروب ده عمل عليه هم تعبوا يعني. تعبوا في كاس العالم وخدوا مركز ثالث وتعبوا وتفرموا وجري وطحنوا وماتوا
وربنا اداهم على قد مجهودهم. الناس الدروب ربنا ادى على مجهودهم كلهم. لا لا الفرقه التانيه بتنقل كويس. اه فبجد ربنا ادى على مجهود. فلازم يحصل، لازم يحصل الفتره كمان الجايه مش دلوقتي كمان. النادي الزمالك انا رايي انا باتشيكو بيعمل كل حاجه. بصرف نظر عن مصطفى، ما مصطفى حماد كان موجود كان بيضيع برضه خلي بالك. بيعمل كل حاجه بيوصل للجول. انا كان مطلوب مني كمدرب اعمل ايه؟ مش هنزل اسجل بس. انا بوصل انا وظيفتي اوصل اللعيبه للصندوق. دي رقم واحد. الحاجه الثانيه يا استاذ صبحي، في حد منتصر في 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 افريقيا او في في الدوري المصري بيلعب كره زي الزمالك؟ لا. لا طبعا والله العظيم مش زملكاوي، والله مش ولا عنده قيمه اللعيبه الموجوده ولا شخصيه اللعيبه. صحيح. عشان كده احنا كنا بنطالب وبنتمنى من اداره الزمالك تحافظ على المجموعه الموجوده. والله يحفظه. فرجان ساسي. فرجان قعدت معاه، فرجان عايز فلوس. انا اخر مره كنت قاعد معاه حتى نزلت الصوره كان معانا طارق حامد، حقه عايز فلوس. ممكن يتعاطف وينزل من قيمه المطالب الماليه بتاعته؟ كلامي معاه مش كده خالص. مفيش. عارف ليه؟ لا يا بص، انا اسمع انه اتفق مع احد الانديه التركيه ومخلص معاه. بص على الفلوس، الزمالك دفع هيكمل، ما دفعش هيروح ينفذ اتفاقه هناك. هو بيجهزوا الفلوس بتاعته. بيحاولوا يقاتلوا انه يجوزوا. في ازمه في الماديات عندنا في نادي الزمالك وهتعدي يعني. برضه حصل ايام برضه مرتضى منصور وعدت، وحصل ايام ممدوح عباس وعدت. الازمات دي بتحصل عادي جدا. ان شاء الله يجي لك تجديد عضويات وحاجات كده. بيجي لك دخيل كتير يعني. انما لازم برضه الجماهير تعرف. سياسي انا العشق بتاعي، انا بموت فيه. احسن بص لازم بكل احوالي جد فاكهه. ولكن انت في نادي الزمالك كجميل الزمالك ما حصلش خلاص. انا واحد من الناس اقسم انا رحت له مخصوص وعمال اتكلم بجد لان لعيب مهم قوي يا جماعه قوي. قال لك ايه بالظبط يا كابتن؟ الجمهور حابب يسمع. اديني فلوس بس. اديني الارقام فعلا. بص انا بعض الناس يعمل لي كده يعني. بعض الناس بس بهزار يعني. يا بهزار يا بص، بيحاولوا ان هم يضخموا في المطالب الماديه بتاعت فرجاني عشان الجماهير تكرهه او تبطل المطالبه بالتجديد له. لا للاسف في ابواب بدات تطلع من نادي الزمالك. بس مش ده المطلوب من الناس. لا ده عايز يذبح النادي. لا ده عايز 200 مليار وعايز يعني كلام. انا شايفه ارقامه بره. اللعيب ده مهم ولا لا؟ هو حدد ارقام مهم. هو جاي على الرقم ده. اللعيب ده اخلص النادي ولا لا؟ اخلص. حب الجمهور ده بيجي من فراغ. لا طبعا. يبقى المسؤول ده كداب. بس انت جبت لي من الاخر اللي انا عايزه. لا مش مطلوب يا جماعه. مش مطلوب منه يضحي بمبلغ مالي كبير جدا جاي له. هو لعيب محترف وخدم نادي الزمالك وجمهور الزمالك بيحبه. مش لازم اكرهه عشان هو مش هتقدر. وفي حسبه يعني ما بين الاداره واللاعب لازم تتم، لانه في لعيبه تانية هتتاثر بالرقم اللي هياخده فرجاني ساسي لو هو خده. بس خلي بالك اللعيبه تتاثر دي لو فكر واحد اتاثر بره الزمالك. حضرتك لما بتيجي تجدد بتطلب اللي انت عايزه. هو لما يجي يجدد اللي يطلب اللي انت عايزه. وما تنساش وانت بتطلب في نادي الزمالك انت اللي تدفع مش تاخد منه. صحيح. وفي لعيبه كانت من ابناء النادي باعوا النادي عشان خاطر فلوس، وده مش ابن النادي، ده يعتبر ابن الجماهير. كابتن شادي محمد طلع قال لك يعني خروج قال لك انه عمرها ما حصلت في الاهلي انه لعيب مش عشان الفلوس. هو ذكر تقريبا ابو تريكه، وانا ابو تريكه اعتقد مش في فتره راح بالياس عشان الفلوس. طبعا عشان النادي الاهلي ما فيهوش ميزانيه وراح خد فلوس اعاره بسبب كده. وحاجه تحصل بنادي الاهلي خلي بالك. انا حيت النادي الاهلي فيها الموضوع ده. طيب حضرتك شادي عايز يوصل لحاجه مش عارف يوصل لها، اللي هو خلاص في حاجه في شرخ بينه وبين الجماهير عشان خاطر كابتن محمود الخطيب. مش الشرخ ده عمره ما يتفك. فعايز يوصل تاني ويرجع تاني وده مستحيل. عايز يلحم الشرخ ده. مستحيل. مستحيل. يعني لازم يحافظ على بطولاته. لسه استاذ محمود طاهر؟ اه طبعا. اه مش هيشتغل مع الخطيب. مش هيشتغل. لا هو عاوز يشتغل. مش هيشتغل. مش هو اللي هيرفض. وده مزعلني منه ان شادي برضه ما تنساش ده نجم كبير وكابتن النادي الاهلي. ده مزعلني منه. بقول لك انا اسطوره زي الخطيب. انا ما حدش يقدر يفرض على رايي. اقول اللي انا عايزه. والحكم للجمهور والناس اللي قدامك. اول احسن من الخطيب، انا احسن من فلان، دي حاجه ترجع لنا. انما انت ما تفرضش عليا حاجه. قول اللي انت عايزه. خلي بالك حريه الراي. يا راجل ده يعني الرئيس بتاعنا يعني انا مسميه انا مسميه الجدع، بقول الجدع يعني السيسي. قال لك قول رايك اللي انت عايزه، قول نقد بناء. الرئيس الدوله اللي بيحكمه بيقول كده، انت جاي تحكمني انت كمان في حاجه؟ الله ينور عليك. لا نجم والله العظيم بسمع الحوار كده. السيسي نجم وبيقولها وبيقول له عايزه. كويس سيسي. اخرج على الاسئله. مين اسطوره الكره المصريه؟ حسن شحاته. كده طبعا. طب ومحمد صلاح دلوقتي؟ محمد صلاح بتكلم على الفات. محمد يعني صلاح محمد صلاح محمد الاسطورتين من وجهه نظرك حسن شحاته ومحمد صلاح. طبعا يمكن تتضرب لما تخرج من الاستوديو على ليه؟ لا الاسطوره بتقيسها على 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 نفس الجيل ولا في المطلق؟ لا انا في المطلق. لو نفس الجيل هفضل كل شويه نختار بين جيل وجيل. اه اوكي. يعني مثلا جيل كابتن حسن شحاته كابتن فاروق جعفر كابتن حسن شحاته كابتن خطيب. تمام. ده الجيل بتاعهم. كابتن صلاح عبده طبعا يعني. وكابتن حسن بصري. انا نروس اسامي. خش على محمد صلاح وشيكابالا وحازم. هتخش على كتير. كابتن طه بصر الله يرحمه. ده اسطوره طبعا. افضل لقب حياتك بتعتز بيه جدا جدا في البطولات اللي مش كتيره اللي انت خدتها ايه؟ كاس مصر مع الزمالك. مش كده؟ اللي جت صعبه وكل المؤشرات هنتغلب.
جيل ما كانش محقق بطولات وجيل كان هيمشي وكان جيل هيقضي عليك تماما، وكابتن حازم امام طلبوه بالاعتزال ساعتها والجماهير جايه 120 الف متفرج، فالموضوع صحيح. كان مش سهل، كان صعب جدا، صعب فوق ما تتخيل، اصعب بطوله شفتها في حياتي. ايه القرار اللي انت اخدته يا كابتن اسامه ولو رجع بيك الزمن ممكن ما تاخدوش تاني؟ اني طلبت امشي من نادي الزمالك. طلبت من الدكتور احمد عبد الله، قلت له عايز امشي، تعبت ليه فرجاني ليه ليه طلبت انا ما خدتش فلوس من نادي الزمالك اهو، يعني ما انا عشان كده بقول لك ليه فرجاني. لا ما لا ما هو في حد خد انا ما خدتش، وفي كاس مصر كنت انا هداف الكاس، الناس خدوا فلوس اعلى مني وانا ما خدتش فلوس. طب ما هو ده اللي قال عليه منتصر من شويه، ان فرجاني اساسي لو خد، لو في جاب كبير بينه وبين باقي اللعيبه هيعمل مشكله. لا خدوا، وانا شايف ان الاحتراف بقى لغه ثانيه. المكافأة المكافاه المفروض كله المكافاه، طب كام مكافاه؟ والتجديد انا حر همضي ب 10 ب 20، انت مالك؟ اولا انا اللي هتحاسب على الفلوس، مش مالكش دعوه، انا اللي هتحاسب على الفلوس، ربنا يحاسبني عليها، ده رزق جاي لي مش انت اللي بعته لي، انت مالك؟ حضرتك لما تتحط في الرزق ده والتجديد اطلب اللي انت عايزه، انت مالك؟ اجدد مليون 2 مليون اساسي، اجدد ب 20 اساسي، ده فارق على الناس كلها، لازم يجدد طارق حامد، فارق على الناس كلها، لازم يجدد بسرعه شي كمان، نفس الكلام جنش ابو جبل، جدد زي ما انت عايز في الشرق زيزو على الشرق كله، جدد زي ما انت عايز. وانش ده رهيب، وانش رهيب طبعا. افضل محترف في الدوري المصري من وجهه نظرك؟ فرجاني ومعلولي. فرجاني وعلي معلول. اتنين لعيبه يعني في اي لحظه خلصوا لك الماتش. مش الغريب ان الاثنين توانسه، وده اللي خلى معظم الانديه المصريه تتجه للدوري التونسي. لا الوقت عندنا بتاع 20 لعيب تونسي في مصر. انا شايف ان اللعيب التونسي اثبت جداره كبيره جدا، يمكن حتى اكتر من المغاربه والجزائريين، كان عندنا تجارب ونجح. لا بس بن شرقي كمان عمل شغل جامد. لا طبعا انا بتكلم على الكم، انما بن شرقي طبعا لا يقل اهميه وقيمه عن فرجاني ساسي. بس حصل له دروب انا مش فاهمه مؤخرا، يعني عارف ان المفروض يحصل له دروب ده ساسي، ما حصلوش. ساسي هيمشي وهيجدد هيقعد، ما حصلوش الدروب ده. بن شرقي اللي هو قاعد حصل له الدروب ده، بس حصل له قبل كده. يعني فرجاني حصل له الدروب الفني قبل كده ورجع تاني لما اتصاب في الكونفدراليه. لما اتصاب وبعد شويه. لما اتصاب. طيب يعني اتفضل يا استاذ منتصر. لا انا كنت هتكلم في قصه بن شرقي، يعني بن شرقي من اول ما جه دخل مع التيم على طول، لو تفتكر نهائي الكاس سجل في السوبر الافريقي، سجل في الترجي، كان عمل حاجات كتيره حاسمه. بن شرقي، بن شرقي انا بسميه لعيب بشخصيه نادي الزمالك ولعيبه شمال افريقيا. ليه بقول شخصيه؟ ليه ما قلتش لعيب موهوب ولا لعيب قوي ولا لعيب سريع؟ لعيب الشخصيه ده اللي بتحطه في اي موقف يسد. احطه قدام النادي الاهلي يسد، تحطه قدام الترجي يسد، الافريقي يسد، يسد. ده اللعيب اللي بالنسبه لي لعيب الشخصيه. ودي اللي بختارها في نادي الزمالك لما كنت في اللجنه الفنيه. ده لعيب كويس بس ما ينفعش نادي الزمالك. ما عندوش شخصيه، ما عندوش الجراءه. ما عندوش اللعيب التقيل اللي في الملعب. انا لعيب نادي الزمالك ده يجي لي بالشخصيه والباقي عليا انا. اعرفه قيمه نادي الزمالك وشفت نادي الزمالك واديله بقى من خبرات انا التكتيك والحاجات دي. انما الشخصيه دي اجباله منين؟ واحد شخصيه ضعيفه جدا طبعا. لا دي بتبقى ما الشخصيه ضعيفه اللي مودانا في ده في النادي. قبل ما نروح للجمهور يا اسامه، عايز اسالك سؤال، بيمثلك ايه جمهور نادي الزمالك قبل ما نروح لفقره الجماهير؟ في كلام كتير يتقال، بس دي اهم كلمه كنت بقولها في حياتي. يعني انا وغيري من غير تيشيرت نادي الزمالك لعبنا بيه ولا لنا لازمه. جمهور الزمالك هو اللي خلى لنا لازمه في المجتمع كله بلا استثناء. طب وايه سر الكاريزما العاليه لاسامه حسن على السوشيال ميديا مع جماهير الزمالك؟ انت عامل لهم حاله هوس فاهمني؟ يعني انا والله بص لدرجه انه انت ورضا عبد العال اعتقد ومعاكم احمد عيد عبد الملك في انديه تانية بتحاول تطلع او تفرغ نجوم زيكم، يبقى في واقفين معاكم على قدم مساواه. بص الثلاث طلع عليهم دولات من شبرا. انتوا الثلاثه من شبرا؟ لا ده اللي جابكم بقى رفيق طارق. يعني مصطفى يونس، مصطفى يونس من شبرا قال كلام وحش، قال لك اللي يخش النادي الاهلي لازم امه تبقى كذا. الراجل بيتكلم كلام صح. قال ليه ما خدتش بالي؟ قال لك اللي لازم يخش يتأيد في النادي الاهلي امه تبقى حلوه. يتأيد ولا حافظ؟ بس هو رجع اعتذر، ما يعني مش بالمعنى الدارج بالقصه طبعا. كل ادوات النادي الاهلي لهم كل الاحترام. طيب كل ادوات النادي الاهلي لهم احترام، والنادي الاهلي انا بقول لك بتاع ناشئين. بس كابتن مصطفى يونس انا اتفق معاك ان هو راجل جريء، راجل صوته عالي، دايما بيتكلم على الاخطاء الموجوده، بينتقد مؤسسه النادي الاهلي، هو احد كباتنه واساطيرها الكبار. والكابتن مجدي عبد الرحمن شبرا برضه، خلي بالك رضا فخر طاهر ابو زيد برضه معانا. فقر صور منتصر بقى ودي مهمه خلي بالك بسرعه عشان معانا فقر مهمه قوي. الصراحه وانك تعامل ربنا ما تخافش من البشر دي اهم حاجه، ودي اللي متوفره في الناس بتوع شبرا على فكره. من شبرا طاهر ابو زيد برضه. لا برضه الواحد خد قرار محلي قدام مجلس النادي ده. طيب معانا فقره دلوقتي تصور هنرد عليك وتقول لي في كلمه حبيبك التعليق في كلمه مش كتير. حبيبك الكابتن سيد عبد العزيز، السيد اللي كنت اعرفك من زمان كويس. كان الصوره اللي بعدها يا محمد
كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري كلامه هيزعلني، احنا هندعمك طبعا عشان خاطر بلدنا، عشان احنا بنعشق بلدنا. واللي زعله بقى؟ اللي زعلنا انا انك خدت حاجه كبيره قوي، في ناس كان المفروض احق بالمنصب ده ليك، فحافظ عليه. زي مين يا كابتن؟ زي مين؟ كابتن هاب جلال. احق من حسام البدري؟ برافو عليك على فكره، من احسن المدربين الموجودين في مصر. وكوبر انا شفت بعيني بقى، اصل انا بتكلم مش بعيني. وكوبر كوبر اوكي اجنبي كمدرب وطني. كل كوبر كله شرح فيه اللي انا ليه قلت اللاعب الوحيد اللي عارف امكانياته منتخب مصر ادي الكره عبد الله باسل صلاح. صح. الصوره اللي بعدها محمد انت بتعمل كل حاجه بتشيكو. بس انا عايز واحد تاني مساعد معاك تاني، انت مع كابتن، انت كابتن مدحت عشان يقرب برضو من اللعيبه ومنك و فريق البطوله كده لازم بيبقى فيه في الجهاز ناس تقيله، ناس معاه تقيله، مش واحد ولا اتنين، ممكن ثلاثه كمان. مدحت كويس طبعا. ممكن يكون المساعد الصح اللي انت بتقول عليه، رشح اسمه ولا اتنين. اتمنى اسامه نبيه او محمد صبري. افتقد سامي الشيشيني. سامي يا لهوي يا ريت يا ريت طبعا سامي يعني. كابتن موسيماني. موسيماني النادي الاهلي يعرف قيمته لما يمشي عشان بيقطعوا فيه، مدرب هايل جدا، مدرب عمل طفره كبيره جدا في لعبه النادي الاهلي، هو مدرب الاحمال اللي معاه، هيعرفوا قيمته لما يمشي. وبرضه انا زعلان من الزمالكاوي اللي بداوا يقطعوا في باتشيكو لانه مدرب هايل جدا والناس بتفتي كتير. دي حقيقه. طبعا. في صوره ثانيه عندنا بعده صبحي بسلام اهو. قول له كلمه. لا شخصيه محترمه اللي بتعلم منكم بصراحه لما كنت في قناه الزمالك كنتوا انتوا الخمسه والله. طيب احنا عندنا فاصل يا محمد ولا نكمل؟ طيب استاذنك يا كابتن اسامه نطلع فاصل صغير جدا ونرجع لفقره اتصالات الجماهير. معاك يا نجم. اتفضل. تشجيع وفخر الجماهير وده اللي انا اتربيت عليه. النادي ده اتعلمنا منه يعني ايه كلمه وفاء. تاريخه عايش يحكي عنه. الزمالك يعني انتماء. الزمالك ورجعنا لكم تاني مرة تانية أعزائي المشاهدين مع النجم أسامة حسن وصديق الأستاذ صبحي عبد السلام. عايزين نسألك سؤالين بسرعة كده قبل ما ناخد اتصالات الجماهير. مصطفى محمد النهاردة حديث الساعة، حديث صباح المساء في تركيا في العالم كله دلوقتي، سجل هدفين كمان النهاردة في الدوري، 6 أهداف في 6 ماتشات. أحمد بلال تعتقد هيقول حاجة تاني ولا كده كفاية؟ أو شاف الجولين ولا لأ؟ قمة الزعل لما أطلع أتكلم على نجم كبير وصديق كبير معايا احمد بلال. احنا بقى عارفين انا اشتغلت مع حد غير اللي بيقوله ده خالص. غير اللي بيقوله ده خالص، مش عارف ايه اللي جرى له. ايه التحول ده وايه الغشوميه في الكلام ده؟ ومعقول في نجم يطلع يتكلم على لعيب بيمثل مصر وهداف ومستقبل مصر يتكلم بالشكل ده؟ انت شبه معقولة غشيم يا سامع؟ معقوله غشيم؟ مش موضوع غشيم. معقوله نجم كان بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي وجاب بطولات النادي الاهلي وكان هداف يطلع يعني يتكلم على لعيب محترف ومستقبل مصر وعنده 23 سنه؟ انت خليت لي الناس اللي بتفهمش، خليت الناس الجاهله تقول ايه؟ خليت لهم ايه؟ انا بتكلم بجد والله، انا اسف بقوله كده، بس انت بجد واحد متعلم ونجم ولعبت في نادي كبير زي النادي الاهلي وجميل نادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي وبتتكلم على لعيب مستقبل مصر ومحترف ونجم كبير صغير. ولسه بتتكلم كده؟ طب انت خليت لي الانسان الجاهل بالظبط الجاهل يقول ايه؟ بس سؤال تاني في السريع. اسف النهارده دلوقتي ميدو مستشار فني البيراميدز ومتحدث رسمي يا ابن اللذينه ميدو. ده انا ممر عليك في نادي الزمالك. انت دي مقدمه ان ميدو بعدين ممكن يبقى مدير فني البيراميدز ولا بوزيشن ملوش علاقه؟ لا ليه علاقه طبعا، لان ميدو هو ميدو هوايته في التدريب وهينجح فيها. خلي بالك هو محتاج صبر، كل اللي بدأوا فشلوا. ميدو بدا يطلع سلم وينزل سلم، بعد كده ينزل تاني، هيطلع الطلعه مش هينزل منها تاني، ان ميدو هيبقى مدرب من المدربين الكويسين في مصر وكادر لينا. خلي بالك من الكوادر المهمه جدا نادي الزمالك. مصر مع الزمالك. طبعا. لا ومثقف ومتعلم وعنده علم بالنسبه لنا احنا مسابق الزمن نزل المدربين، بس هو محتاج شويه وقت، شويه وقت وصبر عليه بس يعني. اكيد طبعا انا شايف النقطه دي ممكن لا قدر الله لو حصل حاجه لبيراميدز هو يبقى مدير فني. هو مؤهل كمان. هو راح يشوف بقى بعينه اللعيبه. ميدو بتحترم عقليته وقدراته الفنيه جدا. ميدو ما فيش واحد زيه في مصر. ميدو لازم مصر البلد تستفاد منه. بس جمهور الزمالك زعلان منك. جمهور الزمالك في فتره اخيره زعلان منه. ليه؟ يعني بيجي على النادي شويه. لا معانا مداخلات يا محمد. طيب معانا سؤال طيب سؤال الحلقه الاول يا حط لي سؤال الحلقه وحط لي التليفون لو سمعت على الشاشه وابتدي نقابل الاتصالات الناس. طب ولا جمهور الزمالك بمناسبه الجمهور زعلان من ميدو في تناوله في برنامجه في الفتره الاخيره؟ برضه هرجع اقول
انا واحد من الناس ممكن يبقى لي اخطاء، ممكن مش قصدي اوصل للمعنى ده، ممكن مش قصدي يعني مثلا الصوره منزلها ممكن تنزل في وقت تاني هو مش قصده حاجه، نزل مع اصحابه هو مش قصده حاجه، انما نختلف ونتفق معاه. ميدو نجم كبير، ميدو بيعشق نادي الزمالك وانا شفت بعينيا ماتش السوبر المصري. سؤال حلقتنا يا كابتن اسامه، ايه رايك في ايقاف رئيس الاتحاد المصري لكره اليد من قبل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي؟ ومعانا اول اتصال من الصديق احمد زيدان. اهلا بيك يا وحميد. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. تحياتي لحضرتك طبعا استاذ صبحي عبد السلام استاذ منتصر الرفاعي والبرنامج طبعا 2-0 وقناه الصحه والجمال. النهارده بالنسبه لنا هي رقم واحد عندنا، وطبعا بنشكر جدا مالك القناه او صاحب القناه على التعاقد مع 2 من عمالقه الاعلام الرياضي، ربنا يخليك، او النقاد الرياضيين بمعنى اصح. تحياتي لكم لحضراتكم. اهلا بيك يا محمود. بس نتكلم بنسلم على حضراتكم وبنقول ان كل جمهور الزمالك بيدعم البرنامج، كل جمهور الزمالك مع حضراتكم، لان انتوا ناس وقفتوا جنب جمهور الزمالك فتره كبيره جدا، دعمتونا وبنعتبركم مننا من المدرجات من الدرجه الثالثه. فخورين جدا بحضراتكم. و سؤال الحلقة، أنا بالنسبة لإقالة هشام نصر، هي إيقاف سنة مش إقالة، خلي بالك، وحرمانه من الانتخابات اللي جاية. يعني إقالة؟ يعني إقالة، معك حق، ما إقالة بلطجة. معك يا باشا. اتفضل اتفضل يا أحمد. طيب احنا بالنسبة لنا لو هنتكلم باستفاضة شوية او بشوية جرأة بسيطة عشان خاطر بس ان احنا مفيش وقت للاستفاضة، بسرعة يا احمد علشان انا هزعل لو قفل عليك. الراجل اللي ماسك الاتحاد اليد او بمعنى اصح بالاسم او بلاش ذكر الاسماء، هو احنا بنعتبره في كرة اليد او في المنظومة الرياضية كلها بنعتبره طاغية، اللي بيعمله كله غلط في غلط، استقواء بحاجات خارجيه. الخط فصل ولا؟ شكرا يا ابو حميد، كان معانا من الغردقه، اهلا بيه. حد معانا تاني يا شباب؟ هو حسن مصطفى معانا كله. معانا خالد اوزي صاحب قهوه الزملكاويه طبعا الشهيره في السيده زينب، اعلان اهو يا خالد. اهلا بيك يا خالد. استاذ منتصر، اهلا بيك يا خالد، الله يكرمك. زي حضرتك يا ريس، استاذ صبحي كروان حبيبي، الله يخليك يا خلود، كابتني وكابتن مصر اسامه حسن. ازيك خلود، عامل ايه؟ الحراق. الحلقه دي مليانه شياط، حراق على اليمين وحراق على الشمال، الحلقه دي مليانه شياط يا جماعه. كروان وسطهم بيفك الحرقان اهو. طبعا يا كابتن اسامه احنا وراك. انا عن نفسي واحد من يعني مش انا ولا اي شيء، بس انا واحد من الناس من جمهور الزمالك، احنا وراك في اي حاجه، وانت حضرتك فاهمني انا بتكلم في ايه. احنا وراك، وانا ببارك لحضراتكم على البرنامج الجديد، ومش هطول عليكم عشان المداخلات الجديده. طب مش ناوي تجاوب على السؤال بتاع الحلقه؟ طب قول لحضرتك عشان انا لسه طالع والله. رايك في ايقاف الرئيس الاتحاد المصري لكره اليد من قبل الدكتور حسن مصطفى؟ هو كابتن مدحت شلبي قال الملخص، قال يعني انا مش هقدر اقول لك طب الكلمه، يعني انا طبعا ضد الايقاف، طبعا ضد الايقاف، هو ظلم طبعا، هو ظلم. شكرا يا خالد، شكرا يا خالد. صحيح، بس يعني المفروض يوضح لنا ايه الاماره بالظبط؟ ما احنا قلنا كده، والله ما عنديش مشكله، اوقف زي ما انت عايز، ماشي زي ما انت عايز. كهربا وحسين الشحات توقفوا مباراه واحده عشان تجاوزوا الفقاعه، اخترقوا الفقاعه الطبيه. هنا سنه وهنا ماتش، يعني مساله ما فيهاش. لا هو انت حضرتك استاذ حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي صح؟ حضرتك المفروض تتجايب، انت اصلا من ابن من دوله كبيره، دوله مصر طبعا ليها سنة ورنة وليها تقل في دول العالم كله. حضرتك انت مش جاي تحكم حارة، حضرتك تعمل مؤتمر صحفي وتطلع توضح كده، غير كده اي قرار ليك احنا كجماهير او كمسؤولين مش قابلينه، غير لما تقول لنا ايه السبب. طيب. وتطلع بان امبارح ما يقدرش، هي مش بلطجة، ده بلد محترمة. طيب معانا تاني اتصال من المستشار اشرف عمر، اهلا بيك يا استاذ المستشار. الو الو، مستشار اشرف معانا؟ طيب. ايوه يا فندم. ايوه معاك، اتفضل يا سياده المستشار. صبح باشا، اهلا بيك. الكروان، كروان مصر، ربنا يخليك. اولا بهنيكوا على البرنامج،
وبهني الاستاذ منتصر. اهلا بيك يا استاذ منتصر. كابتن اسامه الفدائي كده يعني راجل ذكر زملكاوي يعني. ربنا يخليك يا ابو الشعر يا حبيبي، ربنا يخليك. يعني الواحد بيتشرف ان الزملكاويه اللي زي الاستاذ كابتن اسامه كده. ربنا يخليك يا ابو الشعر، استنى يا حبيبي. تحياتي للاستاذ صبحي اسطوره الاعلام المصري حبيبي، والاستاذ منتصر الحراق. ربنا يبارك لك. سؤال الحلقه، انا مش هجاوب عليه ان الاستاذ صبحي جاوب عليه باول الحلقه عشان زملكاوي. طب اختلف معايا عادي بالقائمه القديمه. طب مطلوب ايه من حسن مصطفى بقى؟ يقول له مع السلامه. صح ولا ايه؟ كويس انه ما حاولش اوراق للمفتي يا سياده المستشار، وانت مستشار وعارف. شكرا، اشكرك مستشار اشرف عمر، شكرا. لا بس بجد والله، والله عيب الدولة بحجم مصر واحد زي كده يتكلم حاجه زي كده، لازم يطلع لنا ايه السبب. ومقدم لك بطوله على طبق من دهب. انا كل ده يفرش معايا، حضرتك ايه السبب؟ احنا مش دوله صغيره. منتصر ده اللي بيعمله ده والله لازم، ده كارثه، لازم يطلع يوضح. معاك يا عم حسن مصطفى، انت ماسك دوله زي دوله مصر، دوله كبيره بحكومه رئيس جامد، رئيس ذكر، اللي بتعمله ده غلط، لازم تطلع توضح للشعب المصري ده اوكي ليه المفروض، او توقف ليه المفروض. معانا اتصال تليفوني، خالد. استاذ خالد، خالد سالم. استاذ خالد سالم، اهلا بيك. السلام عليكم يا استاذ صبحي. اهلا بيك يا استاذ خالد، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ منتصر؟ اهلا بيك. بسألك كابتن اسامه حسن حبيب الزملكاويه. اهلا بيك، اهلا بيك خلود. اولا يا استاذ صبحي طبعا انت كروان حبيب الزملكاويه، عشان النبض الشارع الزملكاوي كله معاك وكله بيأيدك طبعا، وكله مع حضرتك ومع كابتن اسامه ومع استاذ منتصر. ربنا يخليك. اهلا بيك. اولا بس انا بحب اوجه تحيه شكر كبيره جدا للمستشار مرتضى منصور ومجلسه والاستاذ امير مرتضى. وصل. ان هم دول اللي بيمثلوا الزمالك. بس انا كان ليا تعليق كده بعد اذن حضرتك يا استاذ صبحي. لا طب جاوب لي الاول على سؤال الحلقه عشان وقتنا يعني. جاوب لي الاول على سؤال الحلقه. ايه رايك في ايقاف رئيس اتحاد كره اليد؟ كابتن هشام نصر؟ اه. انا فرحان فيه بصراحه. ليه؟ ليه كده انت المصري فرحان فيه؟ عشان هو كان اداه ان هو بيهدي نادي الزمالك، واداه ان هو يوقف المستشار مرتضى منصور، انا فرحان فيه. شكرا يا استاذ خالد، شكرا معاك طبعا. انا مقدر انت راجل زملكاوي بتحب ناديك جدا ومقدرين موقفك. لا بس بالتاكيد كل الاحترام للمهندس هشام نصر، يعني رئيس اتحاد يد محقق نجاحات كبيره جدا، زملكاوي في النهايه، هو مصري وبيمثل مصر في البطوله، يعني في كمنصه رياضيه كبيره زي في البرواز. اوقفوا يا نهار اسود يا جماعه، ده احنا اقسم بالله انا انا مش عارف، في كلام ما ينفعش يطلع على الهواء، انما الراجل ده عمل حاجات كارثيه، انك ده يتوقف، ده يتكرم يا جماعه، وحط البرواز ونحافظ عليه. ينفع الحلقه تخلص وما تاخدش حد من العباسيه؟ خد يا عم العباسيه. معانا محمد سالم من العباسيه. اهلا استاذ محمد. ده عارف خالد سالم؟ لا ما اعرفوش والله. اهلا بيك. اهلا. اتفضل. حاولك تجيب لنا الزيدان يا جماعه لو اتصل تاني. الموضوع الخاص بتاع الدكتور حسن مصطفى. ايوه. الدكتور حسن مصطفى انا ملاحظ ان في الفتره الاخيره كلنا نعلم تماما ان صداقاته بالنادي الاهلي وما مدى علاقته بالنادي الاهلي. للاسف ان القرار اللي صدر ضد المهندس هشام نصر، رغم ان المهندس هشام نصر في وجهه نظري هو كان اضر الزمالك بعدم عوده بطوله الدوري والكاس السابقتين، لكن الملاحظ ان القرار بتاع ايقافه واكب صدور القرار بالرجوع للحق واعاده المباريات بتاعه الدوري، ورغم تناسى كمان مباريات الكاس بالقائمه القديمه، وده اللي زعل النادي الاهلي اللي طالب انها تتعمل بالقائمه الجديده وهدد بالانسحاب من الدوري. من الدكتور حسن مصطفى للمهندس هشام نصر، لانه هو بينسب اليه ان هو زملكاوي وان ابنه بيلعب في نادي الزمالك، فانا بعتبر ان القرار ده هو قرار مكحف، والاكثر من كده كمان ان القرار ده لا يواكب هذا الجرم. صح، هو ده الفيصل، ان هو هل في لائحه بتحكم القرار ولا ما فيش؟ حلو. وفي النهايه القانون واللوائح تطبق على الجميع، سواء زملكاوي او اهلاوي او ايا ما يكون. الدكتور هشام نصر واحد متهم ايضا بانه اختراق الفقاعه الطبيه. كان ممكن نعتذر للفقاعه يعني. فالاوضاع بالفعل غريبه ويثيرها شبهه كبيره جدا جدا جدا. شكرا لك استاذ محمد. فنرجع بقى تاني لسؤالك الاخير مع كابتن اسامه.
لا انا كنت بتكلم على قصه انت اتكلمت على انه ما لا, لا يعني ما يصحش انه ياسر. يحصل كده في الرياضه المصريه. احيانا البعض بيتصور ان الدكتور حسن مصطفى هو قيمه كان من منصبه قيمه كبيره جدا ان هو دكتاتور بيحكم الرياضه المصريه من فوق من برج عالي. هو ده اللي بيحصل, ما ده اللي حصل وده مرفوض تماما, لانك انت رحت الاتحاد الدولي باسم مصر, واسم مصر لازم تحترمه وتحترم الدوله وتحترم مؤسسه الدوله. تطلع في مؤتمر صحفي قبل ما تاخد هذا القرار, الراجل ده وقف ناس انا عشان خاطر 1 2 3 تاخد قرار كده, انت قاعد في البيت وقاعد في الريسبشن قاعد في الصاله تاخد لنا القرار ده وانتهى كده؟ لا, الكلام ده عندك هناك في الاتحاد الدولي اللي انت فيه, او هم علموك كده. مصر ما فيهاش الكلام ده, مصر فيها دوله مؤسسات وناس محترمه. طيب, وعلى فكره هنفضل نتكلم كتير ومش هيحصل حاجه ان شاء الله, كل خير لمصر. بغض النظر عن رفض الله, ما حدش يعني وسع على مصر وما حدش يقدر يكسر رعاية مصر. مصر قويه بمؤسساتها بقيادتها بحكومتها بكل المنظومه الرياضيه اللي موجوده. احنا بنقول لو في لائحه بتقول ان هشام نصر اخطا تطبق عليه شابوه تعظيم سلام. ما فيش لائحه يبقى لازم يبقى زي ما قال كابتن اسامه, يبقى في مؤتمر صحفي تتحط فيه النقاط على الحروف ويتضح لماذا هذا القرار المجحف في حق رئيس اتحاد ناجح. بغض النظر عن هو اهلاوي او زملكاوي, هو رئيس اتحاد ناجح. للاسف القضيه اتحولت برضه لاهلي وزمالك للاسف, يعني برغم انه رئيس اتحاد كره اليد في المقام الاول قبل كونه تصنيفه يبقى زملكاوي اتحولت. طيب, طب معانا الاستاذ جمال الحلواني من الملك فيصل. اهلا استاذ جمال. الو. اهلا يا جمال, ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم, اخبارك ايه؟ اهلا بيك يا فندم. استاذ صبحي, اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ حبيبي اهلا بيك يا استاذ جمال. نسلم عليك ونسلم على ضيوفك الكرام. ربنا يخليك معانا الاستاذ منتصر. بس عايزين نتكلم في الموضوع بتاع رئيس اتحاد كره اليد ده, لانه اخترق كل القوانين الدوليه اللي الناس عاملاها والكلام ده كله. فهو بصراحه يعني ما هوش ما اداش مثل للناس ان هم يتابعوا الفقاعه اللي معموله بالنسبه للصحه. يعني انت بتأيد, يعني انت بتأيد الايقاف ولا ضده؟ الصحه والجمال لازم ناخد بالنا يعني من كل حاجه يعني. طبعا طبعا. انا بس بسأل يا استاذ جمال, انت مع الايقاف ولا ضده؟ لا, مع الايقاف على طول. انت شايف انه اخطا؟ كويس, كويس انك انت اول حد معانا بيتفق. ممكن اسالك سؤال؟ طيب, لا, معاه, مع الايقاف. طب ممكن اسالك سؤال صغير يا استاذ جمال؟ اتفضل. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا, امرني. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اه, معاك يا فندم, اتفضل. اهلاوي بس. بغض النظر برضه على الاهلاوي او زملكاوي, قد يرى البعض ان المهندس هشام ناصر اخطا في اختراق الفقاعه, خاصه انه البيان اللي صدر من الدكتور حسن مصطفى قال ان هو يعني تم تحذيره اكثر من مره, وهو الراجل بيقول ان انا خرجت عشان مش عارفه صوره مصر, وانه كان فيه احد السفراء مش لاقي مكان في الماسوره. يبقى القرار خطا, ولكن تبقى العقوبه مجحفه للغايه, خاصة انك انت بتقصي من المشهد كمان, انك انت مش عايز تنزل الانتخابات اللي جايه. يعني ده انت بتقلص عليه رياضيا تماما. لو بيتاجر في المخدرات, معلش بس انا اسف, يعني حسن مصطفى او دكتور حسن مصطفى او استاذ حسن مصطفى, كل الناس انت احترام طبعا بصفتك رئيس الاتحاد الدولي, انت مين عشان تمنعه من الانتخابات؟ بتبقى امارات ايه؟ انت مين يا راجل؟ ده رئيس الدوله. هو مش بيمنعه من الانتخابات, هو قرار الايقاف لمده سنه. اه, هي يقصي من الانتخابات, لكن بس هو ده هل اكيد ده ما محطوط؟ انا واخد القرار ده ليه؟ سنه ليه؟ عشان الانتخابات, عشان الانتخابات. انت مين؟ بأمارة ايه؟ انت عايزين نحافظ على الناس المحترمه اللي بتشرفنا, الناس الواجهه لينا, الناس المتعلمه, الناس المثقفه اللي قامت بدور كبير جدا في كاس العالم مع وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي ومؤسسه الدوله كلها كانت مشتركه فيها, عايزين نحافظ عليه؟ ولا انت جاي تاخد قرار كده عشوائيه لوحدك كده من غير ما تقول لنا؟ حضرتك بس صبحي دي واحده بس معاك, انا اتفق معاك. المنصب ده منصب ايه؟ رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد, حط عليها تحت مد خط, ده مش رئيس دورة رمضانية. فلازم ما اخد قرار ضد واحد مسؤول كبير في الاتحاد لكرة اليد, لازم اطلع مؤتمر صحفي اقول 1 2 3 4, غير كده لازم احافظ على المنصب ده. انت كده هدرت بوظت المنصب. ممكن اسالك سؤال تاني؟ اتفضل. هم ليه الزملكاوي بس اللي بتوقفوا؟ لا والله على فكره, والله المسؤولين والله العظيم, بص صبحي قسما بالله يعني. ما حد يقدر علينا غير ربنا. لو اتحدنا وما بقناش شخصيه ضعيفه وبخافش اكل عيشنا, لان انت مش محتاج كده. لو احنا اتحدنا اقسم بالله العظيم ولا يقدر علينا غير ربنا. الزمالك قوي, لان عنده جماهير في الشارع كتير. غير الجماهير, انت عندك كل المحللين زملكاويين, كل المثقفين زملكاويين, كل الفنانين زملكاويين, كل رجال الاعمال زملكاويين, كل المصالح الحكوميه كلهم زملكاويين. مش كلهم يعني, بس في اهلاويه برضه, في رجال اعمال وفي محللين. الشخصيات التوازن, لا
مفيش توازن. خلينا نتكلم بصراحه من وجهه نظرك. ماشي والله العظيم مفيش توازن في الفن، مفيش توازن. ماشي في المؤسسه الدوله مفيش توازن، في الـ في الـ في رجال الاعمال مفيش توازن. أيوة في النجوميه مفيش توازن، في التحليل المباريات، في التحليل المباريات كل اللي بيحلله مين زي فاروق جعفر بيحلل، مين زي مانونس بيحلل، مين زي مين زميده بيحلل، مين زي حازم امام بيحلل. ايه يا عم القوه دي يا عم؟ فين الناس دي؟ ايه القوه دي طبعا فين الناس؟ لو عملنا كده، لو عملنا كده قسم بالله ما ادري ربنا. انا في اول الحلقه خلي بالك بالعدل، بالعدل بالعدل بس هو ده اللي بيتكلم فيه بالعدل. بالعدل ويرضي الله. انك انت بتتكلم على الحياد والعدل احنا مش عايزين غير عدل. انك انت تقول لو ناديك ليه حق تقول، بس العيب انك تبقى قيمه وما تقولش الحق. العدل انك لو طبقت العداله الزمالك هيبقى البطل دايما يعني. طب ايه المشكله ان الزمالك يبقى البطل؟ لا والله لا لا، لان النادي الاهلي مش محتاج حد يدافع عنه. هتلاقي النادي الاهلي بينافس بقوه، والزمالك بينافس بقوه، وتلاقي الاسماعيلي بينافس بقوه، وتلاقي كل الانديه هتلاقي في عدل. هتلاقي لك 5-4 عندك اقوياء جدا. النادي الاهلي مش محتاج عدم العداله، اصلها موجوده من زمان. النادي الاهلي مش محتاج حد في الاعلام ولا محتاج حد يحط تحكيم ولا محتاج الكلام ده كله. النادي الاهلي برضه فريق كبير ونادي كبير، مش محتاج الكلام ده كله، ولا نادي الزمالك محتاج ده كله. احنا محتاج العدل بس، والناس اللي نجوم الزمالك والرمز يتحدوا مع بعض مش اكتر. زي ما انتقدت بلال في انتقاده لمصطفى محمد او تربصه لمصطفى محمد، هناك في نجم كبير من النادي الاهلي منتخب مصر عماد متعب بيتحدث دايما بحياديه من وجهه نظر، انا شايف كده بيتكلم بيقول لك انه مصطفى مهاجم واعد اجيب لك باختصار شديد ندعمه. حاجه للبرنامج بتاعكم الاثنين دول من جيلي بيلعبوا، كان بيلعبوا معايا عماد بس عماد كان 83 كان بتصعد معانا وبلال 80 79 عماد هو تحت المرمى وبلال ممكن ياخد هداف الدوري، عماد متعب يبصها له ده جيلي العكس مش هيبصها. افهم زي ما انت عايز بقى، افهم زي ما انت عايز. لا فهمنا كده خلاص. والله العظيم اقسم بالله، اقسم بالله اللي بقوله ده بيحصل فرقتنا، اقسم بفضل شاهد على الكلام ده، واحمد صلاح حسني سليم بيمثل شاهد على الكلام ده، وهاني سعيد وجوده وابراهيم سعيد كله شاهد على الكلام ده. طيب معانا بقى افهم زي ما انت عايز. اقرا إيه بالاسطور بقى. معانا المهندس محي من المنوفيه. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. مهندس محي، مهندس محي، الو. اهلا بيك. اهلا صبحي. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ازيك يا استاذ؟ الخط بيروح. الو الو معاك، اتفضل. سامعين حته في الشبكه اهو. الو سامعينك والله يا باشمهندس. مبروك البرنامج يا استاذ صبحي. الله يبارك في حضرتك. بس سمعنا معاك ما ويتنج. مش عارف انت سامعني ولا سامعينك؟ إيه؟ اتفضل سامعينك. سامع. طيب يعني انا بس هو بالنسبه للقرار اللي هو بتاع الاتحاد الدولي ده، هو في قاعده قانونيه بتقول لك لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. طبعا. فهو انت جبت الايقاف سنه منين يعني؟ انت حتى بالريسبشن هل انت في عندك لائحه بتقول لك انك انت اللي يخترق الفقاعه ده تدي له عقوبه سنه مثلا يعني؟ ثم انه كمان العقوبه جت بعد ما انتهاء البطوله بفتره كبيره جدا بعد ما انتهت القصه. وطبعا كان في واقع مشابهه في بطوله العالم للانديه، والقرار كان فوري، ولكن واضح جدا انها مكايده والمقصود بها اغراض يعني لها اهداف اخرى. صح. سنه ديت حاجه يعني ومع ارتباطها بانتخابات يبقى لا، دي مساله ثانيه. شكرا يا باشمهندس. الصوره وضحت بالنسبه لنا. قال لك مهمه جدا برضو، بيبعد ان المساله مساله يد، لا بدليل ان العقوبه بتاعت حسن مصطفى خرجت بعد انتهاء بطوله كاس العالم بمده. يعني كان لا يجرؤ يطلع العقوبه دي بعد على عكس تحدي البطوله خلصت 31 يناير لما وقف لما وقف كهربا والشحات. وقف حسين الشحات وقف اثناء البطوله. صح. وهو توقف لكن هنا وقفوا بعد بطوله كاس العالم عشان يكمل الفرح اللي عمله له هشام نصر. النادي الاهلي اعترض على حسين الشحات وكهربا؟ قدر يعترض؟ لا طبعا، عشان في تطبيق لوائح وفي ناس محترمه وناس تاخد قرارات، وده اللي مطلوب منا في مصر ان شاء الله ويحصل الفترة الجاية بإذن الله. يحصل، لازم يحصل. طيب معانا تليفون من السعودية، الأستاذ هشام المصري. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ هشام. أنا معاك أنا جاهز. وأنا سامعك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ منتصر. أهلا بيك. إزي حالك يا أستاذ منتصر؟
يا رب يكرمك. سلامي بيك وسلامي ليك والاستاذ صبحي عبد السلام. اهلا بيك والكابتن اسامه. نورنا. انا كتير حاولت اتصل بكابتن اسامه من على الفيس بس هو ما كذا مره يقول لي بس هكلمك بعدين. فالمهم يعني ان شاء الله هكلمك بعد الحلقه. بتحرجني بتديها له على الهواء يعني يا استاذ. وانا بحبك على المستوى الشخصي لانك انت والله يا انا بعتذر لك بس انا بكون مشغول والله. زمانك اللي بيعشقك ربنا يخليك. بقول لك في البرنامج اهو بقول لك كل مكان من الناس الجريئه زي الكابتن مصطفى يونس اللي بيقول الحق فاهمني وما رضيش يقع تحت ضغطهم. يعني الراجل ده لما كان بيقدم برنامج على قناه مودرن اللي اتقفلت حاربوه عشان كان بينقل النادي الاهلي. هي دي قصه الاعلام يا جماعه. اي واحد بينتقد النادي الاهلي بيحاربوه بدليل الكابتن اسامه جاله تليفون مجرد انه اتكلم. خلينا طب في موضوع الحلقه بقى يا استاذ هشام. الو الو قطع الخط معلش يا استاذ هشام. معنا حد تاني يا محمد؟ طيب اوكي ماشي. طيب قدامنا دقيقتين عايزين نفكر الناس بقى بالترندات الحلوه بتاع اسامه حسن. لازم يبقى ختامه مسك. انت شايف انه فيه دلوقتي بعض الوجوه انا كرهت كلمه ترند دي. ايه؟ ليه؟ انا فهمتها على كبر. والله فهمتها على كبر. يا ترند لا ترند اللي بترند اصلا مصطلح حديث مرتبط بالسوشيال ميديا يعني مش ايوه بس ليه الواحد حاجه بناءه مش ترند بهبل وكلام هبل. ده لسه كنت عايز اتكلم. انت شايف في بعض نجوم الكره اللي بيظهروا دلوقتي على الشاشه ممكن ما بيبلهمش تاريخ كبير يعني ما 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 ممكن في ناس ما لعبتش المنتخب اساسا يعني او ما ادتش مع فريقها كانت مصابه طول الوقت بتلاقيه طول الوقت السائل والمسؤول بيتحدثوا عن هيافات لركوب الترند. اه بيغزل السوشيال ميديا للاسف مش كده للاسف وللاسف بيحقق نسب مشاهده للاسف لان الناس اللي بتتفرج عليه برضه تافهه زيه. الترند ده النقد بناء حاجه تفيد البلد حاجه تفيد طبعا. الوطن حاجه تبقى ترفع من مؤسسه الدوله حاجه كلنا نرجع بعد كده نقول الراجل ده محترم الراجل ده فكره جديده للبلد الراجل ده استفدنا منه. انما ترند هايف يتكلم على واحد يتريق عليه ولا ده يهزر مع ده ولا ده يقول حاجه كده الكلام ده مش مصر يا جماعه احنا في دوله محترمه. وخلي بالك يعني بالمناسبه الوطنيه الاعلام عاملين طفره بالنسبه لنا الهيئه الوطنيه للاعلام بالنسبه لنا انا يعني في مره كان استاذ تامر مرسي كان زعلان مني وانا اعتذرت له وبعت له فيديو اعتذار ليه لانه مش قصدي بيبذل مجهودات كبيره جدا في البرامج في البرامج والانتاج السينمائي كمان وعمل طفره في الرياضه المصريه حكمها على الاقل حكمها اللي كانت سايب الموضوع كان سايب قوي صح. فانا بشكره وبقول له على الهواء تاني مره ما تزعلش مني من اللي حصل انا ما كانش قصدي عايز تاني لان هو راجل شخصيه محترمه وانا عارفه من زمان كان بيقعد في هوا كده في الدقي فسالت عليه هو شخص رائع جدا جدا زي ما قال منتصر له بصمه زينا على مستوى البرامج الرياضيه حتى الدراما المصريه شكلها اتغير مسلسلات والافلام وعمل اللي طفره بتوعزل. وعمل حاجات اضافيه لا ما حدش يقدر ينكر فانا بنتهز الفرصه بقول احنا دلوقتي كلنا تحت عبء الوطن الاعلام فعايزين نشتغل عليها وكل واحد يحر في تشجيع فريقه وكل واحد ما يلقحش بالكلام بالظبط ما يلقحش بالكلام بما لا يضر الاخرين العداله برضه كل واحد خليه فرقته ومش عايزين قرف عايزين رياضه مصريه محترمه زي ما فين بنشوف حاجات محترمه من الاخر يعني. عجبني قوي انك انت مش مهتم بالترندات السلبيه وعايز كل ترنداتنا تبقى ايجابيه طبعا وده اللي بنتمناه دايما هنا في البرنامج طبعا والترندات الايجابيه بالنسبه لنا انت قلت الترندات الاول هتطلع ترندات دي بقى يا نهار اسود مش هسيبوني الترندات الايجابيه الترندات الايجابيه اخش لا نفسي في كبار جدا كتير ناس كبيره في نادي الزمالك نفسي يجمعونا ياخدوا تليفوناتنا ويجمعونا ونقعد ونتغدى ونفطر ونتجمع يوم في نادي الزمالك على طول نتكلم على نجوم الكوره كل رموز حلقه واحده مش كفايه توعدنا بحلقه قريب تاني معانا هنا انا انتوا الاثنين اجيلكم في اي حته انتوا الاثنين عينيا ومعلش ما انتهز الفرصه برضه اخر حاجه سريعا يعني نسبه المشاهده عندكم بسم الله ما شاء الله عاليه جدا الحمد لله لا والله ما بجاملكم عاليه فوق ما تتخيل ودي قللت نسبه المشاهده لقناه الزمالك انا بطالب بجمهور الزمالك الهدف ده الهدف ان نوقع القناه مش عايزين نوقع القناه شاهدوا الاثنين برافو عليك مش عايزين نوقع القناه اللي احنا تعبنا فيها والله انت انسان رائع شكرا كابتن اسامه شرفتنا ونورتنا ودايما تكون معانا في البرنامج منورنا عيني شكرا لك كابتن اسامه وبضم صوت وصوت قناه نادي الزمالك صرح عملاق كبير جدا كلنا شرفنا بالعمل فيه وبالتوفيق لكل العاملين في قناه نادي الزمالك وبالتوفيق لنا ان شاء الله انا بشكركم وسعيد جدا بوجودي معاكم جدا شكرا ربنا يخليك ربنا يخليك اشكركم اعزائي المشاهدين يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا وتنتظرونا ان شاء الله السبت الجاي في حلقة جديدة و2-0